صباح الخير من بيروت مع انطلاقة هالأسبوع الجديد، بحيي كل اللي انضموا إلنا بصباح اليوم بلبنان وخارج لبنان. قبل ما نبدأ طبعا اليوم قلبنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، مع أهله وناسه، مع أولاد فلسطين يلي عم يشوفوا الموت والدم والظلم كل لحظة. والأسوأ من كل هيدا هو سكوت العالم كله اللي عم يتفرج على أبشع جرائم ترتكب بحق هالشعب المحق وساكت، ومدعيين الإنسانية وينهم اليوم من هالإبادة؟ العدالة طبعا تأكدنا 100 مرة صرنا أنه مش على الأرض، أكيد بالسماء. ربنا ينصركم وإن شاء الله يعني ما نفقد الأمل. صباح اليوم عبر الجديد ولساعتين من الوقت رح نترافق سوا بمجموعة كبيرة من الفقرات والمواضيع مع اختصاصيين وزملاء. قبل ما نبدأ مثل العادة فقراتنا، خلينا نشوف شو وضع الطرقات مع غرفة عمليات التحكم المرور. معي على الهواء الرقيب أول جورج فارس. صباح الخير. خير لحضرتك لجميع المشاهدين. اهلا وسهلا. كيف وضع الطرقات؟ حسيت اليوم في عجقه انا شوي. ايه، حركه كثيفه عم داخل العاصمه مع بدايه اسبوع بعد عطله طويله. نعم. مدخل الجنوبي بيشهد ضغط سير قوي بالانفاق خلدي باتجاه بيروت، مدخل الشمالي كمان بيشهد ضغط سير من كازينو لبنان حتى جوني، بيعود عندنا ضغط سير من دبي حتى جزلقه. نعم. مدخل البقاعي بيشهد ضغط سير صار بسبب حادث صدم صار عندنا بساحه علي، شكل ضغط سير، الحادث انشال بس بعد في عندنا ضغط حاليا بهالاثناء نزولاً باتجاه الويزة الصياد. داخل العاصمة حركة ناشطة إلى كثيفة على جميع التقاطعات، بس بنحب نشير بالذكر في عنا حالياً قطع سير على كورنيش المزرعة محل الجامع عبد الناصر بالاتجاهين، وهذا كل شيء عنا قطع. الحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية تسجل عنا 11 حادث نتج عنهم للأسف 3 قتلى و10 جرحى. مخالفات السرعة الزايدة، الرادار 824 مخالفة سرعة، خطنا الساخن 1720 للاستفسار عن حال الطرقات أو تبليغنا عن أي عطل. هذا كل شيء عنا حتى الساعة. شكرا للرئيب أول جورج فارس. طبعا اليوم عودة المدارس حضوريا، أغلب المدارس اليوم كمان رجعت، سبب كثافة سير زيادة. رح نتابع صباح اليوم هلأ برج اليوم مع جمانة وهبة. صباح الخير. واليوم 17 مايو 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل يلي عم نشوفه جاهز لمتابعة أعماله السابقة وإدخال بعض العناصر الجديدة عليها داخل المؤسسة اللي عم يشتغل معها، وكمان بنقول لك توقع اهتمام من بعض المحيطين فيك. وأما عاطفيا عم تتعقد الأجواء مع الشريك بشكل مفاجئ والأسباب كثيرة، ولكن من الضروري فتح مجال جديد للتفاهم معه. مولود برج الثور يلي عم تتبدل ظروفه المهنية وعم بخف الضغط اللي كان زاعجه بالسابق، ويبدو انه متجاوب مع الفرص المطروحه بالاضافه لمكاسب ماليه بانتظاره. واما عاطفيا ابتعد عن القرارات الخطيره بعلاقتك مع الشريك حتى لو اضطر الامر لمواجهته ببعض الحقائق الخلافيه اللي بيناتكم. مولود برج الجوزاء، الفلك عم يتحدث عن مستجدات مهنيه رح تكون نتائجها ممتازه بالنسبه لك بالوقت الحالي، وتبدو حاجتك لوظيفه ثابته واضحه عليك جدا. واما عاطفيا عم تفتح قدامك ابواب جديه تحسين علاقتك مع الشريك باللحظة اللي اعتقدت فيها بأنه الأمور مسكرة بينك وبينه. مولود برج السرطان، تبدو بحالة بحث عن الحلول المناسبة والسريعة لوضعك المهني، وكأنك أمام توجهات جديدة مع محيط غريب عنك بكل شيء. وأما عاطفيا عم بيغلب عقلك على عاطفتك مع الشريك، وعم بتغيب أحيانا مشاعرك الحقيقية عنه بسبب انشغالاتك بأمورك الخاصة. مولود الأسد، تبدو جاهز لتطوير حياتك المهنية ولكن من خلال اتجاه جديد أمل أنت فيه من فترة طويلة، بالإضافة لدعم مادي قد يكون من جهة بعيدة. وأما عاطفيا عم تشعر بالأسى وعدم الارتياح، وكأنك عم تتأثر من أي شيء حواليك والنتائج عم تعكس على علاقتك العاطفية مع الشريك. مولود برج العذراء، وضعك المهني عم يفرض عليك ترتيبات جديدة ما رح تقبل فيها أبدا، وكأنك عم بتحضر نفسك لبداية مهنية مختلفة ولكن بموقع يعتبر الأفضل بالنسبة لك. وأما عاطفيا عم تلفت نظرك مواقف ما بتحبها الشريك، ولكنك
مضطر على تحملها بالوقت الحالي بانتظار اللحظة الحاسمة لتخبروا عنها. مولود الميزان رح تتخلى عن وجهة نظر أو فرصة مهنية غير مناسبة بالنسبة لإلك، وتبدو مشاريعك الجديدة مرتبطة بمصالح أطراف بتتوافق مصالحهم مع تطلعاتك المستقبلية. وأما عاطفيا ابتديت تتحرر من خلافات سابقة كانت سبب بتوتير الأجواء بينك وبين الشريك. مولود العقرب تبدو غير مطمئن من بعض المستجدات اللي عم تسمع فيها على الصعيد المهني، ولكنك مستعد لأي خطر مرتبط بوظيفتك الحالية. وأما عاطفيا عم تتحسن ظروف علاقتك مع الشريك بشكل إيجابي بالرغم من الاختلاف بوجهات النظر بيناتكم على بعض المواضيع العائلية الحساسة. مولود القوس تبدو متخوف من بعض الخيارات المهنية المطروحة قدامك وحابب تنسحب منها ولكن بطريقة ودية، وبنفس الوقت عم تستعد للبدء بمشروع يعتبر الأقرب لطموحاتك. وأما عاطفيا تصرفات الشريك عم تشعرك بعدم الأمان بعلاقتك معه، ومن الضروري إثبات حسن نواياك من مخاوفك منه. مولود الجدي الفلك عم يتحدث عن تغييرات محتملة ممكن تحصل فجأة على الصعيد المهني، ولربما تعرضك لأزمة مع أحد الزملاء في العمل. وأما عاطفيا عم تجتهد على تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك لتوضيح بعض الأمور المهنية المشتركة بيناتكم. مولود الدلو الفلك عم يتحدث عن سفر محتمل وأكيد رح ينقلك باتجاه مجالات مهنية جديدة، والأجواء تبدو مريحة على المدى البعيد. وأما عاطفيا أمورك الخاصة مع الشريك بتهمك وحدك، فما في داعي لأي تدخلات خارجية، ومن الضروري تنتبه لهذا الموضوع. آخر الأبراج معنا مولود الحوت يلي عم يسعى لتحقيق دعم جدي عن طريق علاقاته الكبيرة ليقدر يتخلص من وضعه الحالي يلي عم بخوفه على الصعيد المهني، بالإضافة لمشروع السفر مازال شاغل باله. وأما عاطفيا عزيز الحوت عم تستعيد استقرارك العاطفي مع الشريك بشكل تدريجي، وما رح تتخلى عن طموحك بتطوير علاقتك معه. هذه كانت أخبارنا الفلكية لهيدا النهار، إن شاء الله تعجبكم. لقونا بكرة بتوقعات جديدة. باي باي. من تابع صباح اليوم وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وخارج لبنان، من حي في كتير عنا مشاهدين برات لبنان، من حي الجميع حتى بأستراليا وبأمريكا، من حي الكل. رح نتابع لكل محبي السينما هلأ على الشاشة مع داري السبا. أخبار سينمائية جديدة مع داري السبا. صباح الخير. صباح النور، شو هاللوك الحلو اليوم؟ ثانك يو. كيفك يا دوريس؟ الحمد لله، مشتقت لك. انا منيحه، انت كيفك؟ الحمد لله. شو صار بعد رمضان؟ اليوم هيك حبيت الحلقه تكون ديفرنت شوي، ذاتس واي ما اعطيتهم تايتل للحلقه لميسا. اي ما انا حكي. يعني اول مره ما بكون عارفه كمان، عرفتي مش عرفتي صحيح. اخبار جديده عن السينما بس. حبيت اليوم نوجه تحية لشخص لبناني مفتخر فيه، هي امرأة ومسابة انه هيدا الشهر عيد ميلادها، يلي هي ريا أبي راشد، ويلي لإلن السين هي اكزامبل عن البروديوسر والبريزنتر، ان كنت تي في بريزنتر او ريد كاربت هوست، مثال امرأة ناجحة. نعم. ونفتخر فيها كلنا كلبنانيين. فحبيت اليوم تكون الحلقة شوي عنا، نخبر العالم ونعرف العالم على مين هي ريا أبي راشد، وعن جد شو الانجازات واي باك جراوند جاية منها، وكيف قدرت هي تكون نجمة كمان وتخطف الأضواء من كثير من المشاهير. فأول شيء بدي أقول لها هابي بيرثداي، وإن شاء الله هيك بتضل رفعة اسم لبنان، وإن شاء الله يا نسرين نرجع شوي لأجواء السينما ولأجواء الفيلم فاستيفلز، لأنه صراحة اشتقنا. إن شاء الله إن شاء الله، يعني بلكي هلأ مع الفاكسان دوريس يعني تتلقح العالم بشكل أكتر، ممكن شوي شوي ترجع الحياة، بس بدنا وقت بعد. صحيح صحيح. سو رح بلش هيك تو انتروديوس هير شوي لرايا. هي مقدمة برامج لبنانية وبريطانية، وهي كمان منتجة، شيز بروديوسر، عايشة هلا ببريطانيا، وهيدا الشيء فرضته عليا الايام، لأنه بتعرفي نسرين انطلقت رايا للعالمية وكانت مضطرة تترك لبنان وتهاجر، واشتهرت بالشرق الأوسط بتقديم النسخة العربية لبرنامج المواهب Arabs Got Talent، وكمان بعتبر أنا لتقديم برنامج سكوب وذ رايا يلي صار له مضاين سنين على الهواء وكتير كاتشي، والعالم بتضلها تنطره، وحتى عم تعمل انترفيوز مع أهم المشاهير بالعالم وبالعالم العربي. صحيح. وكمان نجوم الموسيقى والفن والسينما. سو فيك تقول السكوب اوف ورك تبع رايا ما بس محصور بالسينما، انما كل شيء له علاقه بالارتس اند كلتشر بتلاقي هيدي الامراه موجوده فيه. صح. وبتغطي كمان رايا كانت كل مهرجانات العالم، اهمها الريد كارب.
صحيح. يعني مثل ما قلنا انه عامله انترفيوز مع اهم المشاهير واهم نجوم العرب، عمر الشريف، يوسف شاهين، حتى مع راغب علامه، قازم الساهر، يعني هيك منوعه بالانترفيوز يلي بتعملون. وبسنه 2006 رافقت الفيلم ميكر الفلسطيني هاني ابو سعد اثناء مسيرته لنيل جائزه افضل فيلم اجنبي بجوائز الجولدن جلوب وترشيحه بعدين لجوائز الاوسكار. خلينا نشوف اول هيك فيديو وبنرجع بنكفي حكينا عنه. اوكي. انجلينا، يو هاف وركت وذ younger actors before, children actors. How much of a joy is it, and how much do you feel that you learn from them every time? Talking about Connor this time. Oh, I love it. I know they say don't work with kids or animals, don't they? That I guess they have. I always work with kids or animals. So much fun. Kids are great because they're just so odd. They're pure, right? They tend to have this purity that we lose sometimes when we overthink things as adults. حلو كتير دوريس مع أنجلينا جولي. مع أنجلينا جولي. والحلو نسرين، هي وقتها صارت كوفيد أو صار كوفيد 19 وكلنا هيك إنه أول فترة ما كنا عارفين شو بدنا نعمل، كنا ضايعين. رايا دغري الكونتنت تبع والشيب تبع الحلقة دغري زبطته ليناسب الكوفيد، فدغري بتتأقلم مع الظروف. وهيدا الانترفيو مع أنجلينا جولي كمان رايا ما بتغطي بس الأخبار يلي لها علاقة بالسينما وبالفيلمز، كمان بتركز على الكوتي إيمان بالموضوع للمشاهير لتضوي عليه، لانه بالنسبه لها السينما كمان هي رساله وفيها تكون رساله انسانيه. بدي اقول انه هالامراه ولدت ببيروت وبلشت حياتها المهنيه كصحفيه، بعدين انتقلت لبريطانيا بسنه ال 99 تقريبا. والمميز فيها ويلي تقريبا العالم بتعرفه عن ريا انه اخذت كثير من السيرتيفيكتس او دبلوماز، بس هي اول شيء اخذت بي اي بالاقتصاد وبعدين اخذت ماستر بالصحافه وبالاذاعه، وبتحكي كثير من اللغات، وهيدا شيء هيك خليها تقطع الحدود بطريقه ساعدها كثير طبعا. صحيح، وتفوت على قلوب الناس بطريقه اسرع. مثل ما قلنا قدمت كثير من البرامج، وورد بزنس على شانل سي ان بي سي يوروب اند ايجا، وفيراري وورد حفل اطلاقه بابو ظبي كانت كمان هي الهوست، وفينا نعتبر انه هي من اهم المحاورات العربيات يلي فاتوا على الباك ستيج وعلى كواليس الافلام نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي. ومن هون اذا بدنا نقول السنه توسعت الاكتيفيتيز تبعها من بعد ما حصلت على شهاده الماستر بالصحافه المرئيه بلندن، وبعدين بلشت تعد وتقدم بسنه 2005 سكوب وذ رايا، وهو يلي كان اول شيء اسمه سكوب بعدين صار اسمه سكوب وذ رايا. كمان فيديو خلينا نحضره وبنرجع بنكفي حكينا. اوكي. رايا، it is always such a joy to see you. Thank you. You are a part of the Fast family because you have always been so supportive, and I thank you so, 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 so much. Well, it's from the heart, and maybe a cameo next time. Oh, maybe a cameo. I knew you were going to get me on that cameo. Raya! Yes, big heart signal. Heart signal. يعني مع ايكونز عامله انترفيوهات. Yes. نسرين ما بس رايا هي كانت بتقدم برامج، لأنه بتعرفي ما بعرف ليه في ستيريوتايبس عن تقديم البرامج، العالم بتستهون فيه وبتقولوا أنه بيقولوا أنه هي مذيعة، أنه she's a TV host، بس أنه هي بتحضر كونتنت، بتشغل هوا لايف، بتغطي ريد كاربت ايفنتس، so she's a star. يعني صارت ستار رايا، منا بس حدا بيطلع بيعمل وجباته وبيفل على بيته. ولتكون هالقد البرنامج تبعه وشغلة sustainable، يعني قد ايه هي عن جد امراه كوميتد للشغل تبعها. وما بس قدمت برامج رايا او شاركت بانتاج افلام، كمان تميزت بتحط صوتها بقلب افلام كثير مشهوره، فيلم انيميشن ذا انجري بيردز وذا لوست فيليج وسميرفز، سو كنا عم نسمع صوتها وعم نشوف ادائها من خلال الصوت. وكشفت مش من وقت كثير قليل لاحد، كنت بحديث مع احد الاشخاص وقالت انه هي فاتت على المجال الإعلام عن طريق الصدفة. هيدا الشيء عرضها لكثير من الانتقادات. بتعرف نحن شعب، يعني مش بس نحن، بالعالم العربي وبالعالم بنحب تو جادج من دون ما نسمع. يعني إذا في شخص نعتبره منه دارس أو جاي من باك جراوند ما إلها علاقة بالدومين، نعتبره دخيل على المهنة، وأوقات هيدا الشخص عن جد بيكون حامل تالنت، أي بيكون موهوب. أكيد صحيح.
سو هي قالت انه ابدا ما كان بدها تكون اعلاميه، وكان عبالها تكون محاميه او سياسيه باول عمرها، بس وقتها وقفت قدام الكاميرا لاول مره حست بهيدا الفاشن، وبتقول انه الحمد لله ما صرت حدا سياسي او محاميه بظل الاوضاع يلي عم يشهدها كل العالم. واول لقاء عملته رايا كان مع الممثله ماج رايان بسنه 1998، وكانت بتقول انه هي كانت كثير متحمسه للقاء، اخذ شهور تحضير معها واشتريت لها جيفت يعني هيك تو بريك ذا ايس بينها وبين الاكترس. كمان فيديو لنختم باخر اخبار عن ريا ابي راشد. بالسنين الماضيه التقيت بكثير لاجئين الهمتني قصصهم، وتاثرت بالعزيمه والامل والشجاعه يلي عندهم اياها حتى باصعب الظروف. اليوم بيشرفني انضمامي للمفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين UNHCR كسفيره للنوايا الحسنه. بتمنى اكون على قدر المسؤوليه بهالمهمه. ما فيني انسى الموهوبين يلي التقيت فيهم بزيارتي لمخيم الزعتري بالاردن، رجعت حامله ذكريات عن بنات صغار زكايا، عن نجوم رياضيين ناشئين. اللاجئين اشخاص استثنائيين عم بيكافحوا ليعيشوا حياه طبيعيه، حياه سعيده. اليوم مفوضة اللاجئين هي سند لملايين النازحين بالعالم، بتقدم لهم الحماية وبتساعدهم ليرجعوا يبنوا حياتهم من جديد. فيكن تتضموا، تتعاطفوا أو تتبرعوا لهالقضية المهمة. أنا مع اللاجئين اليوم وكل يوم. دوريس، نظر نسين عن اوقات في هيك question marks وعن هيدي القضيه، لانه على طول بنعالجها بمنحى سياسي، بس بالنسبه للكوتيما رايا ابي راشد هي اول امراه عربيه بيتم تعيينها كسفيره للنوايا الحسنه لمفوضيه اللاجئين، ومثل ما ذكرت قبل بتعتبر هيدا الشيء ميشن تبعها بالحياه لمساعدتهم وتطوير التالنتس والسكيلز اذا هي موجوده عندهم. المواهب اكيد عم نحكي عن المواهب الفنيه. ورايا اخر شيء يقولوا عنها انه هي بتكره، قالت انه هي صارت بتكره السياسه بشكل كثير كبير بسبب الصراعات والحروب، فبتعتبر انه عليها مسؤوليه كثير كبيره تلاقي هالاشخاص اللاجئين من يلي موجودين ومنتشرين بكل العالم وخاصه بالعالم العربي، وشوي تعطيهم امل وهوب انه بكره احلى والحياه افضل. نعم، حبيت دوريس اليوم انه نضوي على اعلاميه لبنانيه هالقد حققت نجاح برا. بدي اتشكرك وشكرا هيك على اضاءاتك الحلوه اوقات هيك اللي ما بنعرف ليه بس بتكون كثير بمحلها. شكرا. شكرا دوريس. رح نتابع هلا مع مش غلط. صباح الخير. أشارت دراسة جديدة بمجلة علمية أنه ممكن تساعد ممارسة اليوغا بتحسين الحالة الصحية لمرضى الربو، حيث بيّنت نتائج الدراسة أنه ممارسة اليوغا بتخفف من أعراض الإصابة بمرض الربو وبتحسن بجودة حياة المرضى بشكل ملحوظ، وهي عبارة عن نوع قديم من الرياضة اللي بتركز على القوة والمرونة والتنفس، وذلك بهدف تعزيز القدرة الجسدية والعقلية للشخص. وبعد التجربة اللي خضع لها المشتركين وصل الباحثين للنتائج التالية. أولاً تحسنت جودة حياة المرضى بشكل كبير، وبالنسبة للأعراض الإصابة بمرض الربو فتحسنت وأصبحت أقل إزعاج. وقال أيضاً استخدام المرضى المشتركين بالدراسة للأدوية العلاجية، ولكن ما ساهمت ممارسة هالرياضة بتحسين كفاءة عمل الرئة، وبالمقابل ما تم تسجيل أي أعراض جانبية وسلبية لممارسة مرضى الربو لليوغا. وأشار الباحثين أن ممارسة اليوغا من شأنها أنها تساعد فعلياً بتحسين جودة حياة مرضى الربو والتقليل من أعراض المرض. هيدي كانت المعلومة لليوم، بشوفكن بكرة بمعلومة جديدة. رح نتابع فقراتنا، وطبعا فقراتنا السبت نهار الاثنين رجعت تلقائيا، وكارلا مطر يلي هي جزء من المورنينج شو معي انا بشكل خاص كل اثنين. كارلا مطر المدربه بتطوير الذات واخصائيه بعلم النفس. هلأ وقتها لتغير لتحسن حالك. موضوعنا اليوم كتير مهم، تخلى عن أكبر عدو لإلك يلي هو مخاوفك، أو بمعنى آخر اللي بتخاف منه هجوم عليه، وخلاص منه أو واجهه. هذا الموضوع رح نحكي فيه بكل التفاصيل مع كارلا مطر. صباح الخير كارلا.
صباح النور ميسا، ينعاد على الجميع. نسرين ميسا تحت الهواء. ميسا صحيح. ميسا بسلم على ميسا يعطيها العافية لأنه بتتابع كل مواضيع الحلقة. كارلا اشتقنا لك أول شيء، والمشاهدين اشتقوا لك. كلنا لأنه بتعرفي الواحد لما يتعود يكون عم بيحكي مع المشاهدين بحس بنقص لما يبعد عنه. صح. أنا كتير مبسوطة اليوم رجعنا سوا. موضوعنا اليوم رح يكون عم نحكي مثل ما قلتي عن المخاوف. نعم. ما رح نحكي عن المخاوف الطبيعية الشخص يكون عم بحس فيها، بس عم نحكي عن أمور بتصير الشخص يكون عم بمارسها، بتصير شقفة من شخصيته يلي هي عادة بتكون غير طبيعية، يعني الإنسان ما لازم يكون عنده إياها. رح أحكي عن أمور يومية بحياة المرأة خاصة، يعني هلأ رح يكون في عنا كم بضع أسابيع عم نحكي عن أمور خاصة بالمرأة. طبعاً كل اللي بنقوله يزبط على الاثنين، بس النساء بيكون عندهم إجمالاً هالمخاوف أكثر منا. نعم. أول خوف رح بلش فيه هو الخوف من الغير معروف، يعني شو ممكن يصير معي من المجهول. مثلاً الستات بتعرفي لازم يكونوا عم بيعملوا فحوصات دورية، يعملوا ماموغرافي للصدر، يعملوا فحوصات نسائية سنوية. كثير من الستات ما بيعملون. شو السبب؟ لأنه بخاف من شو؟ بخاف هي طريقة تعبير خاطئة، لأنه نحن لازم يكون عندنا استعدادات للأمور يلي بدها تجينا بحياتنا. يلي بصير الواحد ما بدي أعرف شو عم بصير معي، يعني ببلش يمشي الخط الخوف ما اعتبره بهيدا الخط، بس النتيجة شو عم بصير بجسمي هو بهيدا الخط. يعني سوء المعرفة ما بتوصلنا لأي نتيجة، ما بتوصلنا نكون خدمنا حالنا. الخوف إجمالا بيكون منيح لأنه بحطنا بمطرح نبلش ننتبه ونقول لازم نغير مواقفنا تنتصرف أحسن. مزبوط. بس بهالموقع التصرف تبعنا هو معاكس للمفهوم تبع الخوف يلي الشخص لازم يكون عم بيخليه بحياته. سو هيدا موضوع لازم كتير نكون عم نشيله من حياتنا. هلأ في صعوبة، الناس بيعرفوا انه لازم هيدا الشيء ما يكون عندهم اياه، واولادهم بيعرفون وزوجهم بيكون بيعرف هيدا الموضوع لدرجة بجربوا اول مرة تاني مرة بعد كذا سنة بصيروا ينسوا خلص انه مرتي ما لح تعمل شيء من هيدا الموضوع. لا، لازم ناخد الخطوات. شو لح نعمل؟ رح أعطي بكل نقطة من هالأمور شوية تيبس كيف بيقدروا ينفذوها لحتى يتخلوا عن هالشغل. بهالمطرح بدنا نشتغل كأنه بدنا نبلش نحكي بالمخاطب، يعني كثير نحن نحكي حالنا. لا، نحكي كأنه عم نحكي مع شخص آخر. أوكي. يعني بدي أتخيل في قدامي حدا كثير بحبه، صورة لمرأة بحبها، يعني بنتي، أمي، أختي، حدا كثير قريب مني، وبدي انصحه يروح يعمل فحوصات لانه ممكن يكون في خطر، في اشياء لازم يكون عم بيشتغل عليها. شو بقول له؟ بحط قدامي وبعمل ريكوردينج، بسجل شو عم بحكي وبعطيه كل النصايح يلي بتكون جايه من العقل. لانه المخاوف تبعولنا لما نكون عم نحكي بطريقه مع النفس بطريقه خاطئه ما بتكون عقلانيه، سو منصور هالحديث لازم تروحي، لأنه لما تعملي هالشي رح تحسي حالك مرتاحة، رح تكوني عم بتحضري حالك اليوم إنك تكوني عم تعرفي أحسن من غير مرة. بس منحكيها مع كل الشعور والقناعة اللي نحن عنا إياها ومنسجلها، ومنرجع منعطي هذا الريكوردينج لحالنا. لأنه بهالطريقة شو منكون عم نعمل؟ بدل ما نكون عم نشغل المنطقة بالدماغ يلي إلها علاقة بالشعور يلي عادة ما بتعطيني صفاء وتصرف صحيح، كون عم شغل المنطقة بالدماغ يلي بلشت عقلانياً تعطيني الطريقة اللي لازم كنا عم بعملها. يعني هو مثل تمرين كارلا، صح؟ هذا هو مثل تمرين حتى نبلش نطلع عن حديث الذات الخاطئ ونحط محله حديث صحيح. أوكي. يلي لازم يكون عم بينعمل. نعم. دونك هيدا تيب سريع بنقدر نكون عم نشتغل فيه مع الناس يلي عندهم هالنوع من المخاوف يشتغلوا عليها. طبعا احسن شيء مثل ما حيلا شيء بدنا نكون عم نشتغل اذا في حدا يكون عم بيساعدنا، يعني يكون انا عم بتفق مثلا مع اختي، مع صاحبتي، مع حدا قريب مني انه انا عم بطلع من هالموضوع وعم بشتغل على حالي. كمان ممكن الموتيفاسيون اللي بتجي، التشجيع اللي بيجي من الاخرين يكون بينفعنا. وطبعا بحيلا شيء من هول المواضيع
إذا واحد بده يعمل قرار ضروري ياخذ موعد، ياخذ التليفون، يحدد الموعد ويروح على الموعد اللي بده يعمله. هذا موضوع كتير أساسي لأنه بيكون عم بخلينا نكون عم نحافظ على الصحة تبعيتنا ونكون واعيين وطلعنا من هالنقطة التصرف إذا بدك الغير ناضج يلي بنكون عم نحطه بشخصيتنا، وهالشي رح يعطينا قوة. كل المواضيع اللي عم نحكيهم لما نتخلى عنهم هالمخاوف رح نحس حالنا بمطرح أحسن ونكون قادرين نعطي أكثر. نعم، هذا كان أول نقطة. نعم. نقطة، وفي كمية كتير، في نسبة كتير كبيرة من العالم عندهم إياها نسرين. يعني نحن منتعاطى مع مع كتير سيدات، وبعرف إنه هالشي كتير مصر. أكيد كتير. يعني بيقولولك كارلا بفضل ما أعرف، يعني بفضلوا ما يعرفوا من إنه يروحوا يواجهوا يمكن ما يكون في شيء. يعني هو تفكير خاطئ 100%. صح. الخوف الثاني رح نحكي عنه اليوم هو الخوف من التعبير والمشاركة. بتلاقي في ستات معتبرين حالهم، أكيد في ناس كتير بيحكوا بس في ناس آخرين كمان معتبرين حالهم ما منفوت بالأحاديث. بتلاقيهم بيكونوا قاعدين باجتماع بشيء، قاعدين على جنب، ما بدي شارك، ما بدي أحكي، ما عندي شيء يقوله. مش مزبوط إنه ما حدا، إنه ممكن يكون في حدا ما عنده شيء يقوله، بس عنا تفكير بقلنا أنت يلي بدك تقوليه منه مهم، وهذا الخطأ بالموضوع. كل شخص منا عنده موضوع بيعرفه، عنده خبرة بالحياة، عنده أمور قاطعة معه بتخليكون عنده باجاج كتير قوي، عنده معلومات كتير قوية بحيلا موضوع إذا بده يحكي. المهم تجينا القوة من جوا، لأنه هول الأمور عادة بيكونوا محملينهم من الطفولة معنا. يعني ما تقعد بالسالون معنا، هذا حديث للكبار، ما في لزوم تكوني موجودة. ما تتعاطي لأنه هذا ما خصك، خيك بيحكي أو بيك بيحكي. لا، ما تحكي. دونك بنكون حملنا أمور مفكرين هيدي الصحيحة وما بنعود نعرف نطلع منها. كل شخص منا لازم يكون عنده حرية التعبير، لازم يكون في عنده آراءه الشخصية، ويكون قادر بصراحة يكون عم بيقولها بطريقة صحيحة. لأنه ببعض الأحيان لما منا معودين نكون منحكي، التعبير تبعنا بيصير خاطئ، يعني نحن بنصير نتصرف غلط. نعم. والناس ردة الفعل تبعيتهم بتكون غير صحيحة. بس كارلا، بلكي كمان هون بما أنه بلكي الموضوع بيبدأ من الأهل، كيف بلكي سكتوا أولادهم بالصالونات لما يكونوا الأولاد عم بيحكوا أنه ما بتفهم أنت، أو يعني بلكي بتبدأ القصة من هون أنه هيدي قلة الثقة باللي نحن ممكن نقوله. صحيح؟ صحيح صحيح. ومن هون أهمية الأهل يكونوا عم بعززوا الثقة بالنفس. صحيح. ويعطوا مساحة لكل شخص يكون عم بيحكي. متذكرة بأول الحلقات اللي اشتغلنا عليهم كنا عم نحكي عن الاجتماع العائلي شو أهميته. أنه الأم والبي مع الأولاد يكون في عندهم كل أسبوع أو كل أسبوعين اجتماع، تنخلي مساحة لكل شخص يكون عم بيحكي يعبر عن حاله. الشيء بيخلي يكون عم بيعبر عن حاله ويعتبر حاله. Exactly. نعم نعم. يوم الستات اللي ما عندهم ياهن، الستات وصبايا، عم بشتغل كمان مع صبايا بالعشرينات، بفوتوا على اجتماع المكتب ما بيحكوا شيء لأنه ما عندهم. أكيد عندك شيء، أكيد عندك مواضيع كتير أساسية. كيف فينا نتمرن على هذا الموضوع؟ أول شيء إذا عنا خوف، هالأشخاص عادة مع محيطهم الضيق، صاحبتهم الأنتيم، قريبينهم القرابة كتير بيكونوا مرتاحين. صح. بس مع الأبعد شوي بصير عندهم صعوبة. سو أول شيء نبلش نتمرن مع الأشخاص اللي منرتاح لهم لو ما لهم كتير قراب منا. سو نبلش نفتح مواضيع مع الأشخاص القراب، نبلش نفتح مواضيع إيجابية، يعني بنكون عم نوافق على المواضيع، على الأفكار يلي عم تنطرح. إنما ببعض الأحيان لما تكون اختبرنا هالشيء رح نلاحظ انه في مواقف نحن منا متفقين مع الشخص. رح اعطيك تب كثير سريع كيف نفكر ونكون مرتاحين انه نحن عم نعاكس اراء الشخص الاخر. نعم. اول ستيب، اذا في قدامك شخص منك متفقه على الحديث تبعه يلي عم بيقوله، بدك تقولي موضوع اخر معاكس، اول شغله فينا نعملها إنه نوافق معه. يعني بفهم أنا شو عم بتقول، أكيد هيدا ممكن يكون عم بيصير، إنما
من وجهة نظر أخرى إذا منتطلع بهذا المنبعد منلاقي إنه ومنخبر نحن شو الأفكار اللي عنا إياها. شو منكون عملنا؟ منكون أعطينا أول شيء الشخص الآخر الوقت إنه نحن عم نفهمك، أعطيناه الحق إنه هو يكون حكي ونحن سمعنا، وتاني شيء منكون أعطيناه الوقت يبلش يسمعنا، حضرناه تيكون عم بيسمعنا، وضروري بهالحال الناس بتصير متقبلة للموضوع. دونك يشتغلوا على هيدا التكنيك اللي خايفين يعكسه، لأنه لما يصيروا عارفين كيف يفوتوا بالحديث بطريقة سلسة الناس كمان بتكون عم تتقبل، وهن اللي حيكونوا مرتاحين إنه ما إجوا بطريقة عكسية كتير. نعم. هيدا عن هذا الموضوع إذا بدي. نقطة تانية فينا نكون عم نشتغل عليها بدي أحكي عنها اليوم هي الخوف من الفشل يلي كتير من الأشخاص عندهم إياهم. طبعاً لما عم بحكي عن هول المخاوف عم بحكي أنا عم بتوجه اليوم للستات، إنما كل الناس رجالاً ونساءً فين يكونوا عم بيعانوا منها. هلأ إذا بتسألي حدا هل عندك خوف من الفشل، إجمالاً الناس ما عندهم ما بيكونوا قاشعين حالهم بهيدا الموقع. تيعرف الشخص حاله إذا هو بهالموقع بده يطلع على التصرفات اللي بيعملها والخطوات يلي عادة بيكون بتصرفها. نعم. هل هالشخص بياخد أكشن، بياخد خطوات، بياخد مبادرات، بيقرر على موضوع وبيمشي فيه، ولا بدأ بيكون مقلق فيه؟ إذا الوضع هيك معناتها عندك خوف من الفشل. هلأ الخوف من الفشل كلنا بمحل من المحلات عنا إيه؟ يعني ما حدا منا بحب يعمل شيء وما يكون ناجح. أكيد لازم نفكر أو نعد للعشرة قبل أخذ أي قرار، هيدا شيء طبيعي أنه تكون خطواتنا ثابتة. إيه بس مش ما ناخد ولا خطوة ولا ستاب لقدام. بهالموقع عم نحكي أنه هيدا بصير عنا خوف من الفشل، لأنه بيكون عم بيأثر على حياتنا. حياتنا هي شو؟ هي سلسلة أمور منتحضر لها، منمرق فيها، منختبرها، منتعلمها، نرجع منطلع. يعني بتخيل حياة مثل سلم، لما الواحد ما يكون عم بياخد لما يحاجز الخوف عنده كتير قوي بالقرارات تبعوله بصير بضل مطرحه. وبتعرف الواحد يضل مطرحه هي أصعب شيء، وهو نوع من الفشل. بالعكس هيدا بصير نوع من الفشل. سو بدنا نشجع الكل إنه يبلشوا يفكروا هل أنا باخد خطوات أو ما باخدها. نعم. إجمالاً الخوف من الفشل بيجي من معتقدات عنا إياها. ثلاث معتقدات عنا إياهم بنربطهم بكلمة خوف. شو بيصير؟ أول معتقد ممكن يكون بيكون عنا إياه إنه الفشل والأخطاء هن شيء عاقين كتير، أبداً أبداً ما لازم أقع فيها. هاي أول فكرة. هذا معتقد وما انه صحيح الحقيقه. اكيد. ثاني معتقد بيكون عندهم ايه اذا عملت خطا يعني الناس رح تحسبني وتديني وما رح كون منحب او رح اتعرض للاساءه من الناس. هذا المعتقد الثاني. المعتقد الثالث كثير راي العالم بهمني وانا لازم اكون عم بعمل شيء اللي بناسب العالم. عم تتخيلي هالتسلسل؟ نعم. وبنربط كل هالمجموعه نعمل لهم كونديشنينج تنصير بمحال إنه عنا خوف من الفشل. لحتى الشخص يتخلى عن هول الأمور بده يكون عم بفكفكهم. يعني بدنا نطلع يصيروا الناس مهمين، بس أنا أهم من الناس شو بفكروا فيي. الراحة اللي عنديها هي أهم. نعم. أبلش نطلع فيهم بالقلب. أنا إذا عملت خطأ مش مفروض تكون الناس عم بتقوم ضدي. بالعكس هذا الشيء مسموح. وبعدين نرجع نحكي عن حالنا انه خطأ منه خطيه. اكيد الفرق بين خطأ ومن خطيه منعيش لنغلط ونتعلم. ها هي بالضبط. يعني وبتعرفي كل الناس الناجحين بالعالم قطعوا بصعوبات كتير كتير كبيره. صح. وعملوا اخطاء كبيره وصلحوا المسار تبع حياتهم. لانه ما حدا بيقدر يتقدم بلا ما يكون عم بيقطع. متذكرة أنا بعدني لما كنا بالمدرسة كانت يعملوا لنا اجتماع نهار الاثنين كلنا بالكور، وتجي الراهبة تحكينا هيك خمسة دقايق موتيفيشنال.
بقى كانت عم تشجعنا انه ناخذ قرارات ونحكم ونصرف. قلنا بتعرفوا مين يلي ولا مره بيخطئ بيعمل خطا؟ هلا كلنا صرنا نطلع مين هو هالشخص ننبش على شخص. قلنا الشخص يلي ما بيعمل شيء، اذا ما عملتوا شيء بحياتكم ما رح توقعوا بالخطا، انما لازم تكونوا عم تعملوا، لانه هاي شقفه من الحياه. اول مره كنت بسمعها كان يمكن عمري شي 12 سنه او 13 سنه هذا الموضوع. كارلا بعتقد رجع نعيده لان في ناس بعدهم مصدقين وبعدهم عايشين بهذه المشكلة. بعتقد هيدا الموضوع كارلا كبير، أكيد بدنا نتابعه بعدين، صح؟ يعني في نقطة ما قلتيها يلي ما بعرف إذا بعد شي نقاط، بس أنا بعتقد أنه شو هي؟ ياريت هيك سريعا معي بعد 30 ثانية. أوكي، الخوف أنه ما أعجب، الخوف أنه أنا لما أروح لمحل أو لما أحكي مع حدا ما لح الناس تنظر لي كإنسانة بالشكل حلو، وهيدا مشكلة. هاي مشكلة لأنه كل واحد منا حلو، كل واحد منا عنده شيء مهم بحياته أكيد. وعنده نقطة قوية بيقدر يرتكز عليها. بيصيروا عم بيطلعوا بركة بالمودلز وبالتلفزيون وبالأشخاص اللي عاطين صورة كتير عالية عن منظر المرأة، إنما المرأة أو الشخص منه هيك، لأنه حتى هدول الأشخاص بينهم وبين حالهم في عندهم مشاكل كتير، ممكن مع كيف نظرتهم لنفسهم غير الناس كيف عم تنظرهم. مشان هيك حتى نرجع نقوي نظرتنا لحالنا، شغلتين. أول شغلة نطلع على الشيء الحلو عنا إياه ونحطه على رلياف نبينه أكتر، وثاني نقطة نطلع على الأمور الداخلية اللي عنا إياهم ونطلع كل القيم يلي عنا إياهم، لأنه القيم يلي عنا إياهم عنا إياها هي بتخلينا نكون عم نتصرف بطريقة معينة ويكون عنا إياهم. وفي طريقة لما يكون عم بشتغل مع الكلاينتس بنطلع كل الليست أوف فاليوز. فإذا بدي أقول تب كتير سريع، تفقدوا ورقة بيضة اكتبوا عليها كل القيم يلي عندكم إياها. رح تبلشوا باثنين وبثلاثة وبأربعة، بس المطلوب تقشعوا 20 وحدة، ومنبلش نتصرف كل يوم نكون حطينا عيننا على فاليو من هالقيم اللي عنا إياها، ومنمارس التصرفات تبع هيدي هالقيمة اللي عنا إياها. الموضوع اللي عنا إياه هالشي بخلينا نقشع حالنا بمنظر آخر وأحلى وأريح. نعم كارلا، أكيد لازم نكفي هيدا الموضوع. في نقطة أنا يعني قبل ما أنا أختم بدي أخذ 30 ثانية لألي، يلي هي أنه يلي أنا كنت أعملها، يعني أوقات منخاف ناخد قرار معين، يمكن إنسان بحياتنا زعجنا بس مفكرين ما فينا نعيش بلي، أو شيء معين يمكن ما فينا نوقفه لأن ما فينا نعيش بلي، ولما منخد هيدا القرار منتحرر منرتاح. فأخذ القرار بأوقات قصص مضايقتنا كتير مهم كمان. ما بعرف هيدي النقطة أنا بحسها كتير يعني غيرت لي حياتي بكتير مراحل. أكيد مايسا اليوم عم تفكر فيه نسرين، مايسا اليوم عم تتذكرني كتير. عادي أنت مايسا. أكيد نسرين يلي عم بتقوليه 100% صحيح، وهون قوة إنه الواحد يكون عم بياخد قرار للناسب لحياته. هون ما بدنا نكون خايفين إنه شيء ما عملناه قبل ما في أعمله بلا منقدر نعمله. أنا بدي أطلب من الكل يكونوا عم بتابعونا على السوشيال ميديا، على صفحاتك عم تقطع كارلا، عم تقطع كوتشين كارلا مطر، وعلى اليوتيوب يقدروا يرجعوا يقشعوا الحلقات. ولح يكون في تيبس عن هذا الموضوع لح نكون عم نشتغل عليه. أسبوع الجاي كمان بحلقة أخرى نتوجه فيها للنساء. الله يرضى. شكرا كارلا مطر، دايما وجودك إضافة. رح نتابع صباح اليوم هلأ في البيت مع كوتش مايا زيدان، بتعلمنا شوية تمارين رياضية إذا ما عبالكم تظهروا من البيت بتعملون بقلب البيت. صباح الخير نسرين، صباح الخير لكل المشاهدين. رح أرجع معكم بفت بيت من الاثنين للسبت، رح نرجع نعمل برنامج أسبوعي نشغل فيه جسمنا ربع ساعة على القليل كل يوم. إذا ما كان عنا وقت بنصحكم أنه أنتم تخصصوا هالوقت القصير اللي بفيدنا أكيد كتير إذا كنا عم نعمله بشكل مستمر. رح كون عم بشتغل أنا وياكم اليوم تمارين لللور بودي، يعني عم بشتغل على إجرية. بدي منكم تكونوا عم تشتغلوا التمرين بطريقة هيك رايقة، مش مهم قديش نحن بنعمل repetitions أو عدد مرات من التمرين، المهم أكتر أنه نحن نكون عم نركز على العضلة، عم نشتغل التمرين بشكل صحيح.
رح بلش أنا وياكم تحماية. رح نبلش بسكوات مثل العادة على طول. تمرين السكوات هو توتال بودي اكسرسايز، يعني بحرك كل عضلات الجسم، بفيق عضلات الإجرين كلها، وبخلينا نحمي جسمنا بشكل أسرع. على طول بسكوات انتبهوا أنه ترجعوا بالورك لورا، تخلوا الظهر دايما ثابت عم بتطلع لقدام على طول. رجعوا الورك، نعمل 10 مرات من هيدا التمرين أو 15 مرة. فينا نعيده لثلاثة ساتس تنحمى مظبوط. رح أرجع أعمل variation، حأمشي step and squat، step and squat كمان. بعد عم رجع الورك لورا، دايما باخد نفس. هلا حانزل مرتين واطلع، رح انزل مرتين واطلع كمان. خليكن معي، بتحمس هلا معي، في قوم يبلش. بعدنا بالورم اب اخر مره، وبريح شوي. فيني بهيدا الوقت اللي عم ريح فيه بين تمرين والتاني يكون عم بتحرك بالبيت او عم بشتغل اي كارديو اكسرسايز بسيط، وفيني عم بتكون عم بنتقل للاكسرسايز اللي وراه دغري. رح كون عم بشتغل على المات، رح اعمل كيكس. بدي منكم تكون يكونوا اجريكم ستريت بهالشكل، بوينت ني ستريت، وعم نحاول انه نحن نطلع الاجر لعنا بهالشكل. سو كيك، كمان وهلا رح نشتغل فاريشن ثاني من الكيكس، يعني رح نغير شوي. رح نعمل كيكس بهالطريقة، منشد الإجر على الآخر، نعمل فرونت كيكس. فينا نثبت الرقبة بإيدينا، one more، وبريح أكيد بغير الإجر. أخذ نفس، بلش بالإجر الثانية كمان فرونت كيكس، دايما الإجر مشدودة. هلا انا عملت 10 ريبيتيشنز، فيكم انتم اكيد تكملوا بالريبيتيشنز تو 15 او 20 رابس من كل اكسرسايز. ناخذ نفس نرتاح 10 سكندز، ننتقل للاكسرسايز اللي وراه. رح نكون عم نشتغل اكسرسايز شوي تشالنجينج، رح على الاجر ستريت، رح كون عم ببرم الاجر قد ما فيي، بدي كون عم خلي اجري ستريت ومشدوده. 5 6 7 هولد. هلا بالهولد بدي احاول اسحب اجري طلوع لفوق قد ما في شده، بدي اخذها تو ذا سايد، كنترول اند كلوز، سكر بفتح وبسكر. 3 باخذ سبورت من الارض اذا بدي بايدي. 5 6 على مهله، 7 آخر مرة، 8 بريح. أكيد بشتغل على الإجر الثانية، بعمل إجري بوينت وبشتغل. إجري مشدودة، كتفي مشدودة، إجري عم تطلع قد ما في طلوع. كمان هولد وبفتح الإجر، كنترول سكر، بحاول شد إجري من جوا. 2 3 قد ما فيني تثبت الاجر الثانية. 4 5 6 7 1 more time and 8.
ريح حالي، مد إجري لقدام، منشد إيدينا وإجرينا على الآخر، نعمل ستريتش بهالطريقة. منكون خلصنا 4 main exercises إذا بدكم مع warm up للور بودي من البيت بلا equipment بلا معدات، عم نتمرن بشكل مفيد. عيدوا انتو هيدي التمارين لثلاثة او اربعة سيتس، يعني اربع جولات، فيكن تكونوا عم تعيدوهن ورا بعض او فيكن كل تمرين تعيدوه ثلاثة سيتس تنقلوا للتمرين الثاني. هيك بنكون خلصنا سيشن اليوم، انا بتمنى لكم نهار حلو، بنرجع سوا هلا لعند نسرين وبشوفكن بكره بنفس الوقت. يلا منتابع كاميرتي هون، بدي رحب بهيدي اللحظات بالمهندس الزراعي معان يلي رح نحكي اليوم عن استصلاح الأراضي الزراعية. شو يعني هلأ هو بفسر لنا؟ اوكي معن مرعبه، سوري اتلخبطنا الكاميرا، قلت هي انا ومعن. صباح الخير. صباح الخير. فاينلي نحن سوا يعني. بدي قلنا محنطين عم نطلع الطلع. ايه يعني صار لنا من وقت البرنامج ولا مره كنا سوا. اهلا وسهلا فيك الثنين. اهلا فيكي. فلا بدنا نكثف الطلعات يوم الاثنين ان شاء الله، اكيد لازم. معن اليوم استصلاح الاراضي الزراعيه موضوعنا. قبل هيك ما نفوت بموضوعنا معك، انا عندي سؤال. في ناس ايدها اذا فيني اقول خضره على البلانتيت على اكثر من غيرها. هلا بالمبدا دائما في ناس ايدها خضره، مثل ما بيقولوا انه هيدا الكوفير اذا قص شعر ما بيطول الشعر، اذا غيرت كوفير بيطول الشعر. نفس ذاتها بالنسبه للنبته، وقت اللي بتقصي مثلا النعنع والبقدونس اللي بينقص كذا قصة بالسيزن، فبتلاقي هون انه بيطلع عنا افواج من الخضره. بينما في ناس كثير بتقلك انه ما تقربي انت على هالنبته اصلا لانه ما ايدك يابسه. اوف. بس شو يعني بتكون عم بتقص غلط او هي عم بتقص غلط؟ لازم مثلا اذا بدك تقصي بقدونس مزبوط تنقص الوراق اللي طلع على الاخر، الوراق العتق. دائما الفرخ الجديد ما ينقص لانه هو المسؤول انه يطلع لنا اوراق جديده. اوكي. فمشان هيك فدائما في اي يعني دائما في تكنيك معينه لا بحنيه يعني بدنا نقصص. عن جد فيك تقولي هيك، يعني حتى الولد لما بتعمليه بحنيه بتختلف تماما. والنبته كمان لما بتزرعيها كمان، يعني في كثير ناس اللي بتزرع بتقول لك ما عم تتوفق بزرع بقلب البيت او باي جاردن حد البيت. فانا هون يعني مع انه نبحش بالارض اكثر ونوسع ونفتفت الطبقة اللي حاوية للشلش. أوكي. حتى نعملها مثل تهوية شاملة. لازم نعمل لازم. تهوية على لازم مثلا إذا بدنا نحط نزرع ليمون، شجرة الليمون لازم يعني هي هالقد، بس لازم نحن نبحش على نحفر على غمق نريحها متر من هون ومتر من هون لحتى على 3-4 سنين لقدام تكون أزبط والشلش ياخذ مدى بالامتداد. نعم. فمشان هيك نحن بنقول انه اضبط انه دائما لما نحن نعمل النباتات نزرعها ونأسس بستان زراعي لازم نمرق التراكتور اللي هو يفرم على غمق متر ونص تحت الارض، يفتت هالتراب كله من تحت. عم نشوف صور على كل حال بهلا. عم نشوف هون الصور. هلا هي الصوره هون بتوضح هون بالصحارى. شايفين الرمل الاصفر؟ ايه. نحن هون دائما بنصير انه بنحاول على الاستصلاح الاراضي اللي هو نحن عندنا صحراء وبدنا نزرع، فلما نحاول انه نزرع بدنا نستفيد من اكبر عدد نباتات ومساحه ارض. فبتلاقي هون انه انا ما قادر غطي كل الارض تراب ومخلفات حيوانات وهالقصص كلها كومبوست، فبنضطر انه هون نحن عبر الطين والطمي والجبس الزراعي نخلطه مع الرمل لحتى يصير في عندنا مثل ماده مهيئه للنباتات. لانه ارض الصحراء ما لنا مهيئه يطلع رمل فيها شيء. اكيد انت دائما وقت مثلا رمل البحر بتدلي عليه مي تلاقيه دغري نشف لان الحبيبات تبعت الرمل كثير متباعده وكثير كبيره، بينما مثلا الطين الطين بتحبس مي كثير، يعني اذا جبتي طين عملتيها هيك بتضلها كامشه. صح. بينما الرمل بتلاقي برجع بيفرط. مزبوط. فدائما نحن لما نعمل اي خليط معين للتربه ولما بدنا نزرع نجيب مثلا ثلث رمل، مش البحر، ثلث الرمل وثلث تراب وطلت مادة عضوية اللي هي بتجي من مخلفات الحيوانات أو مخلفات المنزل المطبخ اللي هي قشر البطاطا، قشر البندورة. في كتير ناس ما بيكبوا هول أشياء، يعني قشر الخضرة والفواكه 100%. فنحن بنحاول هون أنه نحافظ على يعني الهدر اللي هو نقدر نستفيد فيها كمادة عضوية وبتحصلنا المادة العضوية بقلب الأرض.
وهي مثل بيو يعني بتصير ديجرادابل بقلب الارض. ما بنحط بلاستيك، ما بنحط القصص، بنحاول نفصل قشر البطاطا عن قشر البندوره. فهون نحن واذا بدنا نستصلح اراضي شاسعه لحتى يعني مثلا واحد ورث من بيو ارض بس مش قادر يزرع فيها، هون نحن بنحاول انه نقيس دائما يعني اي جسم بنعمل له تحاليل لحتى يشوفوا شو ناقصه وشو ما هو شغله. نفس زيت الارض فينا نعمل تحليل للتربه تبع الارض لنعرف بقلب كل المصالح الزراعيه بلبنان في لابوراتوار لتحليل التربه. يعني بتاخذي الاشونتيون تبعي اي ارض، بتاخذيها بشكل عشوائي من الارض وبتنفحص وبتنفحص شو هي الماده اللي فيها، بتنفحص شو فيها مواد عضويه، الماده العضويه اللي هي الماتير اورجانيك، وبنشوف اذا فيها ملوحه. نحن اذا في عندنا ملوحه بقلب الارض بنحاول نعملها غسيل بالماء مره اثنين ثلاثه، او بنحاول نحط لها نزرع النباتات اللي بتتحمل ملوحه. يعني نحن عندنا هون نباتات هذا بدي اسالك اياه، يعني في اراضي بتصلح نزرع فيها اشياء معينه وما فينا نزرع اشياء ثانيه؟ فهذا هو الموضوع يلي هو انا قبل ما انشا اي بستان اخذ عينات من الارض وحللها بالمختبرات يلي هي موجوده بشكل مجاني بقلب مصالح الزراعيه بكل لبنان. وهون اي مزارع بيصير عارف شو عنده مواد بقلب الارض، بدل مثلا ما انا احط ام بي كي بصير بحط عارف انه انا عندي البي تنقول بقلب الارض موجوده بشكل وافر كثير، فانا بكون وفرته. ليش عم زيد؟ ودائما نحن عندنا الاراضي بالشمال عموما وبلبنان والساحل الشمالي كله في عندنا ماده الفوسفات. هي الماده كثير غنيه للبطاطا، فمشان هيك بتلاقي سهل عكار بينجح فيه كثير البطاطا على قد ما هي بحاجه للبوتاسيوم والفوسفات. اوكي، فمشان هيك يعني صارت الناس والمزارعين فوق عارفين انه يلي انا ما بحط هالمواد الزراعيه لانه انا عنديها اوريدي بالارض. اوكي ودائما نحن كمان النيتروجين بناخذه من يعني بينسحب من السماء للارض، دائما هي موجوده. ودائما نحن وقت نزرع هو علم يعني معنا على الاخر الزراعه، يعني الهندسه الزراعيه صعبه كثير، يعني صعبة؟ عاد ما تدرسي فيها كثير صعبه، ف وتحاليل وقصص وشيمي والف قصه. فمنشان هون دائما وقت الواحد بده يزرع ارض وياسس بستان زراعي، مش انا اقول انا بدي ازرع افوكا، لا، شوف ارضك بشو يمكن تكون فيها ملوحه كثير. فنحن هون بنحاول يعني مش كل النباتات رح تطلع ورح تنجح. اوقات بتلاقي كمان كثير ناس من المزارعين بتقلك انه انا مش قادره ازرع هالنوع من النباتات، بيكون هو عارف انه عنده الاي سي بقلب الارض، المستوى الملوحه بقلب الارض عالي، لانه بيكون مجرب قبل والنبات وصل لهالعلو وما كفى. فدائما بتلاقي مثلا ارضه هو منيحه ارض جاره لا، يعني الارض بتفرق ما بين متر ومتر. سبحان الله. بس اذا اهتمينا معا بالارض بنقدر نخليها ينبت فيها اي بلانت نحن بدنا اياها او اي فواكه اذا بدي او خضار. لكل المعامل المختبريه اللي نحن بنحللها بنحاول نكتشف نحن شو عندنا بقلب الارض، عرفتي؟ اللي هو انا بتحدد لي بيعطوني مثل تابلو شو عندي انا بالارض وشو عندي مواد، ساعتها انا عارف حالي هون شو بدي زيد وشو ما لازم زيده. اوكي، يعني اذا زدنا فينا تقريبا تصلح نزرع كل شيء فيها 100%. اوكي، يعني انا وقت بستصلح الملوحه فيها في عندك مثلا البرسيم تبع العلف الحيوانات بيتحمل ملوحه كثير. اوقات مثلا بتلاقي مثلا البلح مزروع بالصحارى بيتحمل ملوحه كثير، بيتحمل عطش كثير. صح. واوقات مثلا مصر منتجه للقطن، القطن هو جدا بيستحمل الملوحه، والصحارى بقلب مصر كثير فيها ملوحه. فنحن القطن بنحاول نزرعه بمحلات ما عندنا مشكله فيها ملوحه ما فيها ملوحه، ومثل الحساسي للملوحه هي البرتقال نهب الفصحى البرتقال الاورنج او الفواكه الحمضيه، يعني الحمضيه عموما كثير حساسي للملوحه. نعم. يعني وانس انا يصير عندي ملوحه بقلب الارض بتبطل تكبر حبه الحامض او اي موالح كانت. اوكي، طب هو فينا نقول هيك تسالك اسئله نحن بنسالها الناس العاديه اللي ما كثير بنفهم بالزراعه، هو في اوقات يعني البقدونس بيطلع بوقت، النعنع بيطلع بوقت، يعني او بنقدر نعمل شيء ليطلع على مدار السنه؟ في ناس بتحب تاكل جات الفتوش اذا بدك من ارضها. هلا بوجود المشاريع النايلون والبيوت البلاستيكيه، بس اذا عم نحكي اورجانيك يعني أورجانيك. نحكي بطريقه النايلون ببطل اورجانيك ولا مبلا؟ ايه ببطل. بحكي اذا بطريقه صحيه يعني. هلا الطريقه الصحيه انت بدك تاخذي الله، يعني سبحان الله كيف حاطط سر بهالموضوع، انه نحن عنا بهالسيزن هيك لانه بتختلف عدد ساعات الليل مع النهار.
أوكي. يعني مثلا البقدونس بدها مثلا بتطلع معنا هلا وصارت تطلع معنا هلا، كانت تطلع معنا بالشتويه. بالشتويه بتعرفي النهار كيف مدام على الليل اقصر، فهي ما انا بحاجه ضوء كثير، فنحن وقت نزرعها بالصيف بتطلع، مش قصة لا بس تتأثر لأنه عم تطلع بفترة ضوء أكثر، يعني تجربة حياتها صارت عم يعني مثل الدورة الحياتية تبعتها صارت أطول. أوكي. فهون عم ترهق النبتة تبعيت البقدونس. طب آخر شيء هيك قبل ما نختم، ما بعرف إذا أنت عندك شيء، بس أنا أسئلتك. لا بس أنا عندي سؤال، بنسمع نحن إنه لازم نريح الأرض من وقت لوقت، لازم نريح إنه هذا السيزن ريحوا الأرض اتركوها، قد إيه حقيقة هذا الموضوع؟ اسمه رزنامة زراعية، رزنامة الزراعية اللي هي أنا مثلا زرعت السنة خيار، بندورة، وتنقول باذنجان. العائلة الباذنجانية اللي حنزرعها السنة ما نزرعها السنة الجاية، مثلا العائلة اللي بتضم العائلة الباذنجانية اللي هي البندورة، الفليفلة الحلوة، البطاطا، نفس العائلة هول؟ نفس العائلة هول. فهول نحن لما بنزرعهم بنحاول نغير كل من سنة لسنة لنريح الأرض. أوكي. إذا ما بدنا نريح الأرض والناس بدها تستفيد من الأرض بتحط الأسمدة الكيميائية يلي هي مش أورجانيك. أوكي. فهون مشان المزارع إنه يلحق السيزون تبعه، وأنا بدي أزرع بطاطا، أنا صار عندي تخصص بزراعة البطاطا، فبنزرع كل سنة بطاطا. أوكي. فهون نحن بنعوض بالأسمدة يلي هي الـMPK والمواد الصغرى يلي هي الزنك والكويفر والألومنيوم. أوكي. بس هون بالمبدأ يلي هو نحن لازم نتبع دائما الرزنامة الزراعية لحتى دائما يعني يبطل في عنا أمراض، يبطل في عنا تصير، لأن المواد اللي أخذتها مثلا البندورة هالسنة النعنع مش هياخدها، هياخدها عن عناصر تانية من الأرض. أوكي. فهيك نحن بنكون عم نعمل تجديد سبحان الله. هي فدائما نحن وقت كمان وقت نمرق التراكتور وبينكش بالأرض، هي الفكرة إنه نحن عم نقلب خواص تبعية التربية من تحت لفوق، بس نحن ما لازم نبحش كتير بقلب الأرض لأنه منطلع مواد خاملة مش نحن ما لازم بدنا إياها. أوكي. لازم على غمق معين يعني. حتى كمان بتلاقي مثلا أي أرض موصول عليها المجارير الصحية هون بيكون فيها مواد تقيلة، هون منحاول أنه نحن نخفف لأنه هي بتكون كتير مهم بسمية للإنسان. والأسوأ هو أنه في كتير أراضي زراعية بلبنان تنسقى بهيدا المي، لأنه طبعاً فلتين داير بكل شيء للأسف. بس للأسف. الفكرة أنه نحن لازم هالمي ما تتجه صوب المزروعات لأنه يعني بتعمل أقل شيء البلومب رصاص اللي هو كتير مسم للجسم. نعم. ما بعرف معن إذا عبالك تقول شيء، انبسطت اليوم بهالمعلومات. بس بدي أقول معلومة أخيرة يلي هو وأرجع عيدها، يلي هو نحن وقت بدنا نعمل أي خلطة زراعية بقلب البيت لحتى نعمل البلانتس تبعولنا، نجيب تلت رمل، تنقول سطل الرمل، سطل تراب، وسطل مخلفات حيوانات، ونخلطهم ببعضهم لحتى يطلع عنا خليط متماسك ومنيح لحتى تنمي فيه الجذور. نعم. شكرا معن، بلتقي انا وياك ان شاء الله قريبا اكيد. فقره إلها حال بترجع كل تنين مع الدكتور رائد محسن، اختصاصي بالارشاد والتوجيه الزواجي والعائلي. موضوعنا اليوم موضوع كثير مهم، اولادنا والعدوان على فلسطين، أو كيف منجاوب على بعض أسئلة الأولاد بما يخص هالأمور الكبيرة اللي بتكون خارجة عن إرادتنا. دكتور رائد صباح الخير. صباح الخير لك ولكل اللي عم يشاهدونا. اشتقنا لك أول شيء. وأنا اشتقت لك. ونورت التنين من جديد. تسلمي شكرا. دكتور رائد، بلكي اخترنا هالموضوع لأنه في كتير أولاد اليوم من خلال السوشيال ميديا عم بتشوف مشاهد كتير مزعجة، كتير فيها دم، بلكي نحن كأهل مش عم نعرف نجاوب، شو ممكن نقول بهيدا الموضوع اليوم؟ بالنسبة لأولادنا بأي عمر كان، كانوا خمس سنين وأكثر وأكبر، دائما بنقول في أسئلة بيسألونا إياها ونحن ما بنكون متوقعين إنه يسألوها. صح. وجواب لهالشيء هذا هو إنه بدنا نجاوبهم على أسئلتهم، وإلا بياخذوا المعلومة من مكان آخر، بياخذوا المعلومة من مكان آخر، مثل ما دائما نحكي عن مواضيع حساسة وحكينا عنها سابقا، إنه بيسألوا سؤال ما جاوبناهم خلال فترة معينة رح يجيبوا المعلومة من مكان آخر، يمكن تكون معلومة خاطئة أو صحيحة لكن ما مثل بالطريقة اللي لازم نحن نوصلهم إياها لأولادنا. نحن نعرف أولادنا قد إيه بيتحملوا، خاصة هلا هيدي كلها اللي عم يشهدوها هي صدمات. فإذا حدا منا نحن لسنا على استعداد الآن للإجابة على هذا السؤال ماشي الحال إن شاء الله، بس قد إيه بده ياخذ وقت تجاوب، لأنه مثلا نقول ما تشايل توك مي باي سربرايز، فاجأني بالسؤال.
وما كنت مستعد لهيك سؤال. ماني طب بعد ساعة بصير عندي الجواب، بعد ساعتين بصير عندي الجواب، بس ما معقول يروح ينام وبعد ما جاوبته. ومثل ما دائما بنقول إذا سأل السؤال بالليل وأنا لست على استعداد، معناتها بجاوبه ثاني يوم الصبح وبقول له امبارح أنت أو أنت كنت نعساني مشان هيك ما كرمال هيك ما كفيت بالحديث. فهلا عم بيشاهدوا على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل، وعم بيشاهدوا على شاشات التلفزي. صح. وبيسمعوا الأهل عم بيحكوا مع بعضهم. بقى بدنا نقول مثل ما هي، يعني بنقول واحد شو عم بيصير، انه شو عم بيصير بفلسطين، وين يعني فلسطين، في منهم بيعرفوا وين فلسطين، فعمره فوق 10 سنين 11 سنه قاعدين بالجغرافيا وبيعرفوا الخرائط، وفي الاصغر معناتها هي الدوله المجاوره ودوله محتله من، وهون الاهل بدهم يحكوا. هلا في اهل هون، نحن شعوبنا في العالم العربي ما عم بحاول افرض انا شو يقولوا لاولادهم، بس بدي اعتبر انه هالشيء هذا عم بيصير بالصين او بالهند او بالسند، كانوا الاهل بيتعاطفوا وبيشرحوا لاولادهم. انا عم بقول هذا مساله تعاطف، مساله انسانيه. ممكن واحد يتعاطف مع حدا بلبنان او ما يتعاطف مع حدا بلبنان، واحد ما بيتعاطف مع جاره بنفس المبنى لكن علينا الشرح. ما فيهم الاهل شو ما كان موقفهم من القضيه الفلسطينيه ما يشرحوا شو عم بيصير، والا مثل ما قلت بدهم يجيبوا المعلومه من مكان اخر. هلا في بعض الاهل بيقول انا ما دخلني بالسياسه، هي منا مساله سياسيه يعني. وللمراهقين والمراهقات كمان طلابنا بالمدارس الثانويات والجامعات، في مساله وطنيه وانسانيه بعيدا عن السياسه. فاذا انت كاهل شو ما كان تفكيرك وانتمائك بدك تشرح انه في عدوان، وهيدي بالحروب بصير في ضحايا. وهون بيت القصيد بالنسبه للاولاد، بدهم يعرفوا لاطفالنا بدهم يعرفوا انه ليه فلان ليه اخذتهم ست ساعات يظهروا من تحت الركام، كيف يعني اجت طياره وقصفت. طيب هلا بيجي واحد مثلا مثلنا بقول يعني ما بدنا، نحن كلنا ما بدنا، ما حدا بدنا انه اولاده يشاهدوا هيك مشاهد على التلفزيون على الشاشات. لكن هيدا واقع عم بيصير. طيب المشي هذا عم بيشاهدها، ما شرحت له شو عم بيصير انه اجت طياره وقصفت، معناتها انه انا ما قمت بدوري كاهل، لانه الاهل هن المنوط فيهم مساله الشرح، يعني هن المصدر الاول للمعلومه لشرح ماذا يدور حوالينا بالحياه بالعالم. فما فينا نتهرب من سؤال انه ايه في طياره اسرائيليه قصفت مبنى فلسطيني وراح في ضحايا وراح في ثلاث اخوات اخذتهم ست ساعات لحتى يوجدون تحت الركام مثلا. هيدا الولد ليه حامل حجر وليه حامل عسكر؟ لانه محتلل له ارضه، بغض النظر شو موقفك من المقاومه الفلسطينيه. هيدي حقيقه. لو كنت بالهند، لو كنت بالهند كنت بدك تقول هيدا الولد حامل حجار لانه في فلان محتله. اكزاكتلي. فاذا عدم الوضوح مع اولادنا شكل لهم حاله من الارباك الذهني، انه ما جاوبتني على سؤالي شو عم بيصير. وهي الحقيقه مثل ما هي، انه هيدا جاي يخدوا ظهره من بيته وحامل حجر لحتى يدافع عن حاله. هيدا الولد معقول هيدا يجي يظهرني انا من بيتي؟ صح، بدون يسال. من المنطق نقول ما بعرف الاهل في ثقافتهم الوطنيه، هذا كل واحد ترجع له يعني ثقافته، انه ايه معقول معقول هو زاد العسكر يجي على لبنان ويظهرني من بيتي؟ الجواب هو معقول، لانه صارت، ولانه هون حسب نضوج اولادنا الفكري والذهني وعمرهم، لانه ما نقول له هذا اللي الحامي البارودي العسكري الاسرائيلي بيامن انه هيدي ارضه، لبنان ارضه. هلا هون بيجي مساله كثار بيقول بيفتكروا انه لا بخلط السياسه بالانساني، مش صحيح. هيدا منه حكي سياسي، This is a fact، هيدي حقيقه. هن العسكر اليهودي الاسرائيلي بيامن انه لبنان ارضه كما يؤمن بان فلسطين ارضه. هلا نحن جزء من شعبنا لبنان بحب انه يتغاضى عن هذا الجزء من العقيده اليهوديه، هذا شانه. لكن امتى بده يوعي؟ لما يصير ببيته، وقد يحصل ذلك اذا ضل على هذا التفكير. اذا بده يكون في حركه وعي، الواحد يقرا يجاوب من كتب المحتل. فاذا شو ما كان تفكيرك، عم بحكي انا ان كنت بالاردن، ان كنت بلبنان، ان كنت بالشام، ان كنت بالعراق، شو ما كان تفكيرك بدك تقرا
العسكري اللي حامل البارودة بفلسطين هو ماذا يعتقد؟ مش أنت ماذا تعتقد؟ إذا أنت تعتقد أنه أنا لست هدفاً له وهو يعتقد أنني هدف له، معناتها بدك تمشي ما هو يعتقد. فإذا لأولادنا ما نقول لهم هذا الشيء بده يصير، ما بينصدوا بكرة هو عمره 18 سنة إذا كان عمره 10 أنه لا عم تقصفني الطيارة أو لا صار في هجوم على ما أعرف أي قرية أو أي ضيعة. فإذا خلينا نقول أنه هيدي الحالة وعم بحكي لجزء الغير معني بالقضية الفلسطينية. شو بده يحكي لأولاده؟ فيك ما تكون معني بالقضية الفلسطينية ولكن معني بالإنسانية، يعني إنسانيا في شيء مش مزبوط عم بيصير. طبعا نزلي للذين قد يشمتون أو ما في شماتة مبارك، بس عم بقول اللي لا تعني له القضية الفلسطينية شيء، هيدا الحكي اللي عموله هلأ موجه لنا أو لأني اعتبر هاي مسألة بين الهند وباكستان. كنت بتقرأ شو بيفكروا الهند بالنسبة لحدودهم، باكستانية بالنسبة لحدودهم، والصين بالنسبة لحدودها، واليابان بالنسبة لحدودها، وأي بلد بالعالم بالنسبة لحدوده، وبتثقف ولادك. فإذا بناء على شو بفكروا إسرائيل بالنسبة لحدوده، ولوين تمتد حدوده، امتداد حدوده، وانشرح لأولادك. بس ما فينا نقول له نحن بمنأى عن الخطر، ونحن قد نكون في عين العاصفة، بغض النظر الواحد بيقول إنه مين عم يعطي عذر للإسرائيلي ليضرب أو ما يضرب، بفوت الأهل أوقات بديتيلز بتفاصيل ما مفروض نفوت فيها مع الولاد اللي بكروا راسه فيها. نعم. أزل. فقط الاطلاع نثقف، يعني سألني ابني، نحن دائما بنحكي أوقات عن المسائل الجنسية والولاد، بنقول لست على استعداد الإجابة على السؤال لبنتي اللي عمرها 8 سنين على مسألة جنسية، بنقول اقرأي يا أم، ثقفي شوي، شوف شو تجيب بنتي. طيب، مع أنه المثلين بعاد عن بعضهم، هيدي مسألة وطنية إنسانية، اعتبريها صايرة بالهند، ثقفي وشوف شو تجيب ابنك أو بنتي. هلا شو ممكن أثارها تصير هالمشاهدات على أولادنا؟ التعلق بالأهل. أولاد عمره تحت 14 سنة 13 سنة ممكن كثير ابن 10 سنين يتصرف كابن 5 سنين. يعني ما قدر يسيطر على مبولته مثلا كونين بالليل. الريجريشن هيدا ترى ليه؟ لأنه شاف المشاهد هيدي، بيعرف إنه الحروب ممكن تصير بأي مكان، وتأثيرها النفسي عليه إنه سأعود طفلا وأتعلق بأهلي كما أنت أتعلق بأهلي وقت كان عمري 5 سنين وست سنين او عمري 3 سنين وسنتين كمان. فهون اذا لما يشاهد اولادنا هيك تماما مثل ما صار في خناقه نزاع بين الاهل بتاثر على اولادهم، وهذيك بقلب البيت وفي خطر بيعتبر على وجودي واماني بالبيت مع الماما والبابا تحت سقف واحد، هون نفس الشيء في خطر على وجودي بهالحياه، لانه ما يقوم يصير فيه مثل ما عم بيصير بفلسطين. ما نتمنى نكون نحن السبورت، الدعم، العاطفة، التفهم، يعبروا عن حالهم بألعابهم، برسمهم أولادنا. إذا رسموا مصير نعرف هني وين، حتى ما دول يكون أنا معالج نفسي بالرسم، يعني أرت ثيرابيست، حتى أعرف أنه ابني أو بنتي عقلهم مشوشر اليوم أو في خوف من وراء الرسمة اللي رسمينا. كأهل فيي أعرف أنه عم يرسم نار، عم بيرسم قصف، عم بيرسم ضحايا على الارض. بعرف انه عم بيتاثر في اطفال. تقدر تبين يعني حالته النفسيه الرسمات بلكي اللي بيعملها؟ صحيح، بين في تخربط يعني نفسي اذا شيء من وراء لعبه، من وراء خوفه، من وراء بنقول منه، يعني اليوم بنتي منه بنتي، ابني منه ابني، وما في سبب لا بالمدرسه ولا بغير المدرسه، الامتحانات هلا جينا عن امتحانات دراسيه وهيك، بنعرف انه ايه مأثرين، بيتأثروا الاولاد، بيتأثروا الاهل بالبيت، ان كان الاهل خايفين او بيتعاطفوا او ما بيتعاطفوا، هذا بنعكس على اولادنا. عفوا، مش غلط ينعكس على اولادنا، بس المفروض انه نحن نقدر نعرف انه انعكس حتى نشوف شو بدنا نعمل تجاه الموضوع. يعني بمعنى انه نحن هون نضلنا نطمنهم وعلينا ما عم بيصير شيء وراح بيصير شيء بالمدى القريب. نعم. شيء المدى القريب ما نكون عم نكذب عليهم، لكن هلا بالنسبه لي كاهل ما عم كذب، لانه بالصوره ما معقول يصير في شيء المدى القريب اذا كنا حسب كل واحد باي دوله بالعالم العربي او بهذا المشهد العربي. نعم. اذا بدنا نختم دكتور رائد، هيك شو ما قلت تقول بالاخير، بتخيل اليوم فكره وصلت وكان ضروري نحكي بهيدا الموضوع لانه هالقد الاولاد عم تسال بهيدي الفتره؟ لا، بختم مثل اللي عم ابتدينا تقريبا، انه التعاطف الانساني أولادنا بيخدوه بيستمدوه من الأهل، وهيدي حاجة لديمومتنا لدعم بعضنا البعض. نعم. بالعالم كإنسان.
فإذا مثل ما كان في تعاطف مع جوسمين شارلي على التليفونات وعلى التواصل الاجتماعي بانفجار فرنسا، صح خلي يكون يعني علينا أن نقبل أقله من الذين تعاطفوا مع جسويت شارلي يتعاطفوا مع اللي عم بيصير بفلسطين. طبيعي لا تعني له القضية الفلسطينية شيئا، لا بعتقد الإنسانية بتجمعنا جميعا. دكتور رائد محسن بدي أتشكرك، شكرا لك، بلتقي أنا وإنت إن الله راد الاثنين المقبل. شكرا. رح نتابع صباح اليوم وبهاللحظات رح نتابع الليلة شو في على الجديد. النجمة العراقية رحمة رياض ضيفة الجديد مع علي ياسين. شايلة اسم العراق، هذا الاسم كبير. رحمة قبل الشهرة منكون حدا، بعد الشهرة منكون حدا تاني. حش زرعت وحصدت. لا تعالي شنو، ترى انت جايبة 100 مليون، رقم مخيف. هل حرمت من طفولتها بعد وفاة والدها؟ من عمري 23 سنة أنا عندي شيب، تعبت. قررت تطوي صفحة الماضي وترد على مشاهير انتقدوها. ايه وأنا زعلانة من إليسا، وحالياً صرت أحس نفسي إلها حق علي لأن خطيئة. حاسبتك ولا بعد؟ حاسبتني البلا. وصفت صوتك بالنشاز. شو السؤال اللي خلى رحمة ما تجاوب وتتهرب؟ واو بلا هالدبيجة. لا توثقين بالعالم وحجمي العالم. معقول تخلص الحلقة وما ينفذ علي ضرب برحمة؟ شلته. حلقة خاصة مع رحمة رياض تنين 10:10 المساء على الجديد بالتزامن مع قناة الجديد فن على يوتيوب. إذن الليلة على الجديد الفنانة العراقية رحمة رياض صاحبة القاعدة الجماهيرية العراقية والعربية الكبيرة، هالصبية يلي محبوبة جدا صارت ويلي الناس هيك مصدقتها. وبعتقد اليوم الفنان أهميته مش بس بالأعمال الفنية اللي بقدمها، بمصداقيته بعفويته. رحمة عندها كل هيدا المقومات يلي صنعت منها بلكي بفترة قياسية نجمة عن حق وحقيقة. زميلنا علي ياسين مستضيفة بحوار فيه كل شيء، فيه مزح وفيه جد وفيه وجع وفيه ضحكة وفيه حلم وفيه مقلب الهيئة. فتابعوا الليلة بعد الساعة 10 علي ياسين مع الفنانة العراقية رحمة رياض. رح نتابع صباح اليوم وهلأ من جوا وبرا. كل تنين بمثل هيدا الوقت منستضيف الدكتورة لوسي خليفة لنحكي عن منتجات كاناجول. صباح الخير دكتور، كيفك؟ منيحة؟ كثير منيحة. اليوم بلكي هيك رح نحكي بشكل كتير كبير عن تغيير الحرارة. نحن اليوم عم ننتقل بلكي من الشتاء للربيع، يعني الربيع كمان ما انه هين بتنشيف البشرة، للصيف للحرارة. هيدي القصص لها كتير أثار على بشرتنا بحسب معلوماتي الصغيرة. مزبوط. معلوماتك انت. لا معلوماتك صارت كتير منيحة هلأ بعد خطرة. من وراك يعني. كتير منيح. النسرين بالنسبة للحرارة نحن أكيد كتير بتتأثر البشرة، يعني نحن عنا البشرة عوامل الطبيعة بتأثر فيها مثل شو اللي بناكله. هلا اللي بناكله بنتاثر فيه شوي، بس عوامل الطبيعه بتاثر اكثر. يعني نحن بصير عندنا امرار بتلاحظي لما بيتغير التأس بصير عندنا نشاف بالبشره، يعني هيدا اسمه دي هايدريشن، منه صار نشاف بالاويل، صار قله المي، المي اللي عم تنسحب من الوجه عم تنسحب لاسباب كثير متعدده. نحن عندنا حتى اذا بنستخدم الاي سي الاي سي. يعني في عالم كتير عندهم شغلة انه اوكي البشرة بتنشف لانه بس ما عم نشرب مي، لا فيك تكوني عم تشربي مي وبنفس الوقت بصير عندك نشاف بالبشرة لما انت بتنتقلي من طقس بارد لطقس سخن. يعني اذا نحن بنطلع بالاي سي وبنرجع بننزل على البحر هذا بيأثر، اذا نحن نازلين من الجبل ونازلين على الساحل كمان هذا بيأثر دغري. اكيد بتتاثر البشره، بصير عندها دي هايدريشن، بصير المولكيولز اوف ووتر بيقلوا بالبشره. لما بتقل هالمولكيولز اوف ووتر ساعتها نحن بنصير نلاقي عندنا التاشات الديسكالوريشن، بصير عندنا كمان التجاعيد او الفاين لاينز، بتحسي بتفيق انه اوف اوف واو انه هون الفاين لاينز. هول شو بيكونوا مرحليه يعني يوم يومين بيرجعوا بيختفوا ولا لا؟ فيهم وانس اجوا ويبقوا في ممكن يضلهم بيرمننت اذا نحن ما بنقدر نتعامل معهم بالطريقه المضبوطه. الطريقه المضبوطه
مضبوطة أنه مش بس نشرب ووتر، نعرف شو بدنا نستخدم. كمان في شغلة تانية، نحن هلأ كتير عالم بيستخدموا السولاري، متعرفي قبل البحر بكونوا بدون جسمون يصير بيعتبروا مرض على الحلم. عن السولاريوم، السولاريوم هو مرض، بس هو كمان فينا العالم اللي بتحبه ما فيك تقولي لهم ما يستخدموه، بس فينا نخفف من المضار تبعيته. لنخفف من المضار تبعيته حاعطيهم انا شويه تيبس هيك كثير اوريجينال وكثير هوايني انه يعملوها. نحن بنعرف نحن لما نفوت على السولاريوم نحن عم نتعرض لاشعه فوق البنفسجيه، هي اللي بتاذي البشره بس بتعطينا اللون الحلو اللي بتحرقها، يعني بتحرقها وبتعطيك اللون الحلو. هلا انا كمان من صحيح انه انا خصني بالبشره، بس انا كمان بستخدم سولاريوم، سو يعني مني كثير ماشيه بالرولز اللي لازم تمشي فيها، بس بنفس الوقت بعرف كيف ما اذي بشرتي. يعني انا ما بستخدم السولاريوم، بعرف شو اعمل قبل السولاريوم وشو نعمل من بعد السولاريوم. او حتى ما بدنا نقول سولاريوم، لما بكوني عم تعملي تانينج على البحر نفس الشيء، ما هي اشعه الشمس حتى بتاذي اكثر من السولاريوم. فور يو تو نو انه السولاريوم اخف من انه نحن نتعرض 4-5 ساعات نايمين تحت الشمس اذا ما استخدمنا الاويل المضبوط او ما استخدمنا البريبريشن قبل للجلد. يعني نحن فينا بس دكتور بس هيك بوز ثانيه، انه انا ما بتخيل بعد اليوم بهيدا العصر سيدة أو رجل بدون يقعدوا هيك للشمس، مش مسموح. يعني أنا في ناس بلاقيهم هيك قاعدين بنص طاقة الشمس وجهه، يعني واحد شو عم بيعمل بوجهه؟ هن بيكونوا عم ياخدوا لون ما بس يعني إيه ما بيعرفوا قديش عم يأذوا البشرة عم يعني لازم تتغطى البشرة مظبوط. سو عشان هيك نحن عنا بكنا جولد عنا ايتمز نحن بنستخدمها، وانا من اللي بستخدمها كمان خاصه بالسمر تايم. عنا التونر بقلبه الجلو تبعه للذهب، بيعطيك الهايلايت يعني بتنبسطي فيه، بخلي بشرتك تسمر بس من غير ما يعمل لها افكت. ليه؟ لانه نحن عم نستخدم الهايدرولايزد كولاجين، وبدي احكي كثير عن الكولاجين والهايلورونيك اسيد اليوم حتى يعرفوا المدامات حتى الرجال شو هو فايدته. مثل ما بنشوف عم نشوف على التي في، في عندنا حالات كيف لما استخدموا السكين كير تبعولنا وكيف قبل ما يستخدموا. يعني في محلات نحن دائما وجهنا بيتاثر، هي محل الضحكه، عندنا تحت العيون، عندنا الساجنج اللي هو الجا لاين، هول اشياء الوجه بيتاثر فيها لانه نحن بكون عندنا نقص بالكولاجين. نقص الكولاجين بكون كمان بنشفان البشره، لما بكون عندنا دي هايدريشن بالبشره الكولاجين بكون عم يمتص اقل. ذاتس واي قلت لك انه ممكن المشكله اللي عندنا اذا ما بنشبع البشره نرجع بالووتر بصير عندنا بيرمننت يعني دامج، يعني بيرمننت دامج يعني عطل دائم. مثل ما بنحكي عطل دائم يعني نحن صار عندنا البشره صار عندها هون ساجنس او صار عندها هون تجاعيد، بطلت هي التجاعيد تروح. ليه؟ لانه نشف الوجه فيها. الهايدرولايزد كولاجين اللي بنستخدمه ببرودكتس تبعت الكانا جولد مش موجود بكل البرودكتس، هو مجزء كثير لجزيئات صغيره كثير 280 اللي بيسحب للبشرة 500 دلتن. عم بحكي بمصطلحات علمية بس حتى فهمهم شو يعني أكتر. شو يعني نحن عنا لما بكون بنحط كريم كولاجين، بتسمع كتير انه كريم كولاجين وكريم كولاجين وحبوب كولاجين وحبوب كولاجين. الكولاجين منيح للعظم، منيح لاشياء كتير بالجسم، يعني منيح للريكفري. اذا واحد عنده اكني يعني عنده حبوب بثور شباب اذا بيستخدم الكولاجين بيروحه كمان. الكولاجين بيروح بقايا الحبوب او الستريتش ماركس. بس نحن لما بدنا نستخدمه للوجه لنعيد النضاره ونعيد الشباب، نحن الكولاجين بدنا نعطيه هايلايت، بدنا نعرف كيف نستخدمه. بدها الطريقه تكون مجزأ لبيبتايدز، والبيبتايدز هي اللي بتكون جزيئات صغيره هي اللي بتحبس مور الووتر بقلب الفيس. هلا اذا بنشوف في تريلر اذا بتمرق بنشوف واحد من الكريمات اللي استخدم مع شخص، يعني هو نحن جبناها حتى يصور بس بصراحه استخدمهم وحب كثير لانه من الاشخاص اللي بيعمل تاني يعني بيفور اند افتر بنشوف. هلا بنشوف ميسا اذا ريدي اذا ريدي بنشوفه الفيديو وبنشوفه. بعتقد بلشنا يا رواد. قوة الكانا جولد دكتور لوسي انه الواحد بعد ثواني بحس الفرق، هذا الشيء اختبرته من خلال قعدتي معك ومن خلال كثير كلاينتس جابوا الكانا جولد وجربوا. مزبوط. بالتريلر هيدي كنا عم نصور نسرين وهو تفاجأ رواد لما استخدم قال
اوه عن جد بشرتي شدت نفخت نصفار. يعني بحبي وين في فراغات. حتى اللي كان عنده صم يعني كم صم علامات تشد اختفوا دغري، يعني هو ما صدق اللي صار. حتى في عنا تريلر تانية منشوفها مع ديانا كمان استخدمت أحد الحضارات. منشوفه هي. حبيت هيدا. شو هيدا الكولاجين ماسك ولا هيدا بقلبه كولاجين. نحن بدي شدد شغل مرة تانية انه كل مستحضرات الكانا جولد فيها كل الانجريدينس اوفر 10 انجريدينس نحن وجنا بحاجة لألون. من بيناتهم الكولاجين. يعني انا في عنا كولاجين ماسك، بس هيدا اذا لاحظت كراسي الخدود عندها هي فعلا حطت منه ونرسم وصار عندهم هايلايت. ليه؟ لانه it has كولاجين بقلبه، كمان البيبتايد هيدرولايز كولاجين، بالاضافة انه بقلبه ستريك اسيد وعطى هايلايت. الهايلايت اللي نعطى هو من وراء الجولد. يعني نحن فينا نقول لهم ما يستخدموا السولاريوم كتير ليعطي هيدا الهايلايت او الاكلان. فينا بهيدا المستحضر نحن بناخذ نفس النتيجه تبعت الهايلايت والاكلان اللي السولاريوم بيعطيك اياها، اللي بتحبها النساء. نحن ليش بنحب السولاريوم؟ نحن بنحب السولاريوم لسببين. اول واحد منهم انه اللون الغامق دائما إذا عندك شوائب بالوجه بغطيه، بخبيه. تاني سبب إنه أنت لما بتعمل سولاريوم بصير عندك هالإقلاب بكراسي الخدود، بصير عندك الإحمرار. هذا اللي كل النساء بتحبه حتى الرجال. سو نحن بهالمستحضرات، المستحضرين اللي شفناه هون، بنقدر يكون عنا هالإقلاب من غير ما نأذي البشرة. بدلنا نعمل سولاريوم، بس بدل ما أنا فوت على السولاريوم، أنا بستغرب في ناس بيقولوا لي فوت 15 دقيقة أو 20 دقيقة، إنه نو واي. يعني 8 دقائق 10 دقائق ماكسيموم، وأنت من بعدها بكون عم تحرق البشرة. أوف. يعني انه بيفكروا انه وقت اكثر يعني احسن. لا، مش وقت اكثر يعني احسن. وبعدين السولاريوم او الشمس دكتور لوسي كمان بتعمل تشيط. يعني في تشيط لو انبسطنا انه سمرينا شوي، بس في تشيط ما بتروح. مزبوط. هيدا الماسك اللي استخدمه رواد، هيدا اذا بنحطه قبل ما نتعرض للشمس بيحمينا من انه يصير عندنا تشيط. يعني ذاتس واي قلت لك في للسولاريوم ستيبس. نحن فينا نستخدم التونر اللي هو بيحمينا، بيرجع بنستخدم هيدا الكريم اللي هو بنحطه أز ماسك. لو حطيتي من بعده الأويل تبعه للسولاريوم أو تبعه التانينج ما بيأذي البشرة. الشغلة الثالثة اللي حينبسطوا فيها هي إنه نخلي معنا أنينة عصير، ممكن تكون كارت جوس، ممكن تكون باينابل جوس، يعني عصير الاناناس او الجزر او الفريز او الليمون. ليش؟ لانه هول غنيين بالستريك اسيد. الستريك اسيد هي ماده نحن دائما بالمستحضرات التجميل احسن ماده بتكون موجوده، لانه هي بيور فيتامين سي. أوكي. لما نحن بعد ما نعرض هالبشره للحراره ونغسل وجهنا فيها، ما بهم اذا كانت مسقعه او سخنه، يعني دائما بنسال هالسؤال، ما بهم ابدا. اذا بنغسل وجهنا فيها نحن بنكون رجعنا فوتنا فيتامين بيور فيتامين سي على الوجه. اذا كان في اي احمرار او اي دامج للسكن بخلال تعرضه للشمس نحن بنكون عم نخفف منه. حتى اذا العالم بيكونوا قاعدين على البحر كثير وعم يتعرضوا للشمس ومبسوطين فيها، اذا من كل وقت والتاني فيهم يجوا بس يغسلوا وجههم. يعني يا يغسلوا يا يشربوا، او شو بتفضلي؟ اذا شربوا از فاين، بس انا بدي اياها دايركت كونتاكت مع السكن. اذا غسلنا الوجه فيها من بعدها فيك تحطي ووتر، بس نتركها عملناها كانه ماسك. يعني انا غسلت وجهي بهالجوز اكيد لانها هي سويت، حتكون حتعطي هيك مثل انه شد الوجه عليها. بعد ما نشد الوجه 5-10 minutes نحن فينا نمسحه بمي. يعني هيدي كتير شغلة بتساعد الوجه، بتساعد السكن انه ما يكون عنده دامج، خاصة مثل ما قلت بتغيير الطقس وهلأ اي سي وبنرجع شوب وجبل وبحر. يعني هي الشغلة كتير بتساعد، بالاضافة انه عنا نحن ماسك الكولاجين بنقدر نستخدمه. مثل ما قلت الماسك الكولاجين اللي عنا بقلبه غير انه بقلبه الذهب اللي بروديوس اوريدي
نحن بمستحضراتنا بنزيد الكولاجين انستنتلي بساعتها، بس نحن بنخلي الجسم والبشره هي ونايمه برودوس مور كولاجين. في شغله ثانيه الهايلورونيك اسيد، في كثير ناس بتسمع انت هايلورونيك اسيد حتى بحقن الفيلر فيلر بس نحن ما بنعرف شو هو الهايلورونيك اسيد ليش بيعمل هيك. يعني الهايلورونيك اسيد شو فايته؟ الهايلورونيك اسيد بنعتبره هو الماجنت للووتر، ووتر ماجنت اسمه. أوكي. ووتر ماجنت. الهايلورونيك اسيد كل مولكيول يعني كل 1 ml بتحمل مع 1000 ml اوف ووتر. يعني نحن كل مولكيول من الهايلورونيك اسيد بتكابتشر الووتر. نحن لما بتجذب يعني كانه بتلقط المي، بتخلي المي معبيه. يعني نحن لما بنجي بنعمل هالفيلر نحن مش انه هو هالماده هي اللي عم تعمل لنا البلامبنس، لا، هو الووتر اللي عملت لها اتراكشن هي اللي عم تعبي الوجه. اكزاكتلي. سو هيدي الاشياء العالم لانه ما بتعرف انه انا حقنت وجهي بالفيلر. الفيلر انه هي قديش قوه هالماده انه تحبس لك المي جوات. وهي الماده موجوده بكل برودكتس كانا جولد، كل برودكتس كانا جولد موجود فيها الهايلورونيك اسيد. وموجود عندنا مش اونلي هايلورونيك اسيد، النانو هايلورونيك اسيد. المولكيول تبعت النانو هايلورونيك اسيد بتحبس اكثر من 1000 مولكيول اوف ووتر، لانه هو مجزأ كثير جزيئات صغيره مثل ما قلت بتنزل للدرمس تحت السكن اللي بتخليها توصل كأنها فيلر. يعني نحن بنستخدم. خليني اقول لك، فيني اكشف شيء عنك، انه دكتور لوسي ما بتعمل فيلر، يعني انه بس ليك خدودها كيف، لانه بتكون ما بعرف شو سيف ماسك امبارح من الكاناجول. دائما بستخدم ماسكات كثير، يعني انا عندي المستحضرات تبعينا، انا حقول لهم كمان على السيكرت اكثر. انا في حتى المقربين مني ما بيشوفوني بستخدم كاناجول بس لحالها، انا بستخدم من المانيفاكتشر عندنا البيور اسانس. يعني البيور اسانس مع الكانا جولد اللي عندي بيعطي. يعني انا فيني يكون تلاقي وجهي كثير تعبان، اعطيني نص ساعه بيختلف وجهي، بصير بيختلف كثير وجهي. ما بتلاقيه ساعتها ابدا انه كانه كنت مش نايمه بالليل، بتلاقيني انه عطل اكله. بس هي دائما لانه كل ايتم مثل ما قلت لك عندنا فوق مور ذان 10 انجريدينتس، 10 انجريدينتس الموجودين عندنا بالكاناجول هن اللي بيعطوا هالاكله، بيعطوك هالافيه الحلوه. بنفس الوقت نسرين الحلو اللي انا بحبه فيه ما بيأذي البشره، كلها ناتشرال انجريدينتس. نحن ما عم نفوت مواد كيماويه كثير على البشره، يعني حتى اللي بيستخدموها بيرجعوا بيتركوا المستحضر، وش انا ما بحب انه يتركوه، بس ما بيلاقوا رح تفرق بشرتهم. ايه حيلاقوا انه بشرتهم فرقت، يعني بيصيروا انه يحسوا في شيء ناقص. الاكلال اللي عم ياخذوه، ومثل ما قلت لك نحن بنشتغل على هيلينج. يعني الهيلينج مش بس انا نخلي البشرة أنه تكون هلأ منيحة، أنا بدي حسنها لقدام. يعني the more they use the product، يعني إذا أخذوا 40% من أول مرتين ثلاثة، إذا بعد ما يستخدموا أسبوع الثاني بتصير 50-60-70-80 لحد ما هني بصير عندهم satisfaction أنه ما بدهم يستخدموا أي شيء من بعدها. نعم نعم. أوكي. على كل حال عم بيقطعوا أرقام الكانا جولد بأسفل الشاشة لأي حدا بحب بكل البلدان العربية. ما فإذا عبالك تضيف شيء قبل ما مزبوط. حقلهم أنه عندي تور حتكون على البلدان العربية، هلأ دبي قطر، ححاولكم معك فيهم ثرو زوم. بس لأنه كتير عم ينطلب أنه يكون موجودة هونيك. ما عندي إشكال أي حدا يتصل فينا عنده أي كوشن، حتى خلال مثل ما قلت العمليات التجميل أي شيء تاني، نحن بنقدر نعمل سيرجريز مينيموم سيرجريز وبتدل تعطي الإفيه الحلو للوجه. وبنصح الكل أنه مثل ما قلت لك أنه يدلون مش بس الووتر يشربوا ووتر، كمان بنفس الوقت أنه وجههم ينتبهوا له من أشعة الشمس، ينتبهوا له للبرودويات المضبوطة، مش كل شيء نقال أنا عندي كولاجين أنا عندي داي كريم، ينتبهوا شو عم يستعملوا. أكيد هيدا أهم نقطة. يطلع على الانجريدينت، هيدروليزد كولاجين كتير امبورتنت، بيبتايدز كتير امبورتنت عنا، هايلورونيك أسيد. أكيد في مستحضرات ما فيها جولد وكافيار مثل كانا جولد، بس إذا قادرين يحصلوا على هالمستحضر
بشجعهم أن يحصل عليه بأسرع وقت. نعم، بعتقد السيدات بيقدروا يصمدوا لحتى يحصلوا على يعني منتج بقديهم بلكي كل السنة أو نص السنة. الأسعار كتير للبنان مدروسة عم تكون، يعني نظراً للأوضاع تبعيتنا، وبما أنه أنا بحب لبنان قلت لك أن الأسعار كتير بلبنان عم تكون، الأسعار كانت منطقية للوضع بلبنان العايش كتير، يعني اللي بيطلعوا على الويب سايت عم يشوف الأسعار كيف عنا بأمريكا، لانه مثل ما قلت هو نيش ايتم لهوليوود سيلبريتيز، بس الاسعار تبعت لبنان عم تكون جدا مدروسه لانه انا بدي الكل يستخدمه، مثل ما قلت هو رجال ونساء، يعني نحن كل العالم هلا صارت بتهتم بجمالها، يعني ما بدي اترك الرجال انه مش حكر عن النساء ابدا، ما بدي اترك الرجال انه لحاله، انه لا كمان بيقدروا يحصلوا على بشره حلوه وبشره نضره. وبسم الله عليك يا نسرين، بشرتك كل يوم عم تتحسن. ثانك يو، من فضلك، شكرا. لوسي بلتقي انا وياك اكيد الاسبوع المقبل. بعز عجقة أيامنا لازم نكون لبعض وكلنا لبعض، واليوم معنا السيدة أميمة عباس، أم لبنانية لست أولاد. الوضع المأساوي اللي عايشينه بهيدا البلد خليهم يصيروا تحت خط الفقر، تحت الخط الأدنى للعيش بكرامة. طبعا اليوم نحن عايشين بوضع كتير سيء، وسيدة أميمة مع عائلتها عايشين ببيت مش مفروش، عايشين على فرشتين. رح نسمع هيدي القصة بصوتها. صباح الخير أميمة. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. أول شيء بدي أتشكرك أميمة على مشاركة قصتك مع الناس، على أمل اليوم فاعلي الخير والمحبين يكونوا واقفين معك ويساعدوك، يساعدوا هالعيلة الحلوة، يساعدوا أولادك على العيش هيك بكرامة. أنا بدي أعتذر منك من خلال يعني هالبلد اللي عم بيسيء لللبنانية ويلي ما عم بيقدم لنا أدنى الحقوق. أميمة خبرينا عنكم شوي. أنا بحياتي ما كنت أفكر أني أطلع وأحكي على التلفزيون كرمال معيشتي، بس أنا صرت بوضع ما عاد فيني، يعني طلع أولادي محرومين من كل شيء، يعني أقل أنا محرومين أولادي من التلفزيون، محرومين أنه يناموا على تخت، محرومين من لقمة الأكل. يعني صمنا نحن شهر رمضان على الرز والعدس، هو لأنه أجوني مساعدة كرتونتين، فجوزي أنا هو لبي لست أولاد كلهم بنات، أكبر بنت عمرها 15 سنة عندهم طالب، ما عم فيني لبيهم أنا ثياب على العيد ما جبت لهم أنا. طب بيت ما عندي. أميمة أنتوا اليوم عايشين ببيت مش مفروش؟ عايشين لا على... مش مفروش، أنا ما عندي إلا مروحة ببيتي من الجيران عطوني إياها بس كرمال الشوب. لا نعم، ما في عندي شيء، أنا في عندي غاز سفير بطبخ عليه لأولادي فيه، لا غاز لا تلفزيون لا براد لا غسالة ولا شيء ببيتي، فرشتين وهالكنبية لقيناها برا على الطريق سحبناها وحطيناها بالأوضة عم نقعد عليها بس. طب أميمة زوجك شو بيشتغل؟ أنا جوزي بيشتغل بشركة 700,000 لبناني، ومع وأجار البيت 400,000 لبناني، بيبقوا معنا 300,000، أنا عندي ثلاثة بيتحفظوا ووحدة بتشرب حليب. نعم، يعني أكيد ما بيكفوا بهيدا الغلا اللي نحن عايشين فيه. أنا بياخذ دواء مزمن، وابني عمره 11 سنة بياخذ دواء للربو مزمن لأنه معه ربو. هلا اليوم أول نهار عم شغله عند واحد بحف وبدهم بويا، وأنا بعرف إنه بده يمرض على ريحة البويا. قد إيه عمره ابنك؟ كرمال 10,000 لبناني. قد إيه عمره ابنك؟ عمره 11 سنة ابني. نعم، بلش يشتغل اليوم مقابل 10,000 بالنهار. من هلا ما فكرت شغله بس ما عاد فيني، بس كرمال حق الخبز. نعم، أميمة اليوم زوجك كمان مريض عرفت؟ جوزي عنده تضخم بالكبد، بس شو بده يعمل؟ أولاده برقبته بده يشرب. طب كان وضعكم أحسن شوي قبل ما بلكي يصير في غلا؟ نعم. وضعكم قبل بمرحلة كان أفضل شوي من اليوم؟ شو؟ وضعك المادة كان أفضل من قبل؟ بطلت عم تسمعي؟ لا عم أقول لك الوضع المادي كان أفضل من قبل؟ قبل كان في إنه ما هالغلا هيدا، يعني نحن كان عنا كم غرض بالبيت بعناهن. نعم.
لانه اجار البيت هلا انا مكسور عليه، يعني الشهر الجاي اذا انا ما دفعت عن الشهر اللي بده يمرق والشهر هيدا انا بدي اطلع برا على الطريق. على كل حال رقم المساعدة عم بيمرق بأسفل الشاشة، أنا بدي وجه هيك يعني تحية لكل فاعلي الخير يساعدوا هالعائلة اللبنانية لهيك تستحصل بلكي أدنى حقوقها. إيه وميمة؟ أنا بحياتي ما فكرت حالي إني أنا أطلع أنشر حالي على التلفزيون، بس اللي حاجني إنه ولادي أنا بحاجة كل حالي كرمال ولادي ما ينزلوا. كلنا لبعض أميمة، ما تبكي وما تزعلي، كلنا لازم نوقف حد بعض خصوصا بهيدي الفترة الصعبة. صدق انه كل واحد منا متضايق بطريقة، يعني اكيد في ناس متضايقة ومخلوقة اكثر من غيرها. انا الفقير وللي بحاجة لكل شيء انتم واقفين سند لنا. نعم نعم، بتمنى اليوم فاعلي الخير يكونوا عم بيتابعونا. انا بدي اوجه تحية وسلام لزوجك لاولادك كلهم، وإن شاء الله منكون حدك نحن ومنسمعك أخبار حلوة أقله هيك لتعيشوا بكرامة. أنا أكيد أنه في كتير ناس رح تتصل ورح تساعدك. أميمة شكرا لك، شكرا لشجاعتك، وما تخجلي بالعكس، نحن مثل ما قلت لك كلنا لبعض واجباتنا نسند بعض. إن شاء الله الله يسمع منكم. أهلا وسهلا فيك يا أميمة. نعم أكيد رح يساعدون أكيد. شكرا لك. يعني كثير سيء اللي عم نعيشه هيدي الفتره. أميمة صار في قصص مثل عائله أميمة، كثير في عيال لبنانيه صاروا تحت خط الفقر والغلا، يلي ما عاد يعني عم يتخطوا نفسهم بالغلا، بغلا الاسعار، بارتفاع الاسعار، بتربيح الجميله كل الوقت، برفع الدعم، ما بعرف، بتحسوا عايشين على سوس ونقطه، عايشين كل الوقت تحت التهديد، انه يعني صاروا عم بحسسونا انه كتر خيركم، قادرين ناكل، قادرين نشرب، قادرين نعبي بنزين. ما بعرف لايمتى لبنان رح يضل هيك. بنتامل الفرج، بنتامل عجيبه بهيدا البلد، طالما يعني ما في لهلا ما في شيء تغيير، سياسيين بعضهم لهلا عروا، لا مفكرين يشكلوا الحكومه ولا مفكرين يعني يحملوا هيدا البلد شوي من اللي عم بعيشه. يعني ما بعرف هاللبناني شو عامل هاللبناني ليتعامل بهالطريقه البشعه، ليتعامل بهيدا الذل. صارت اقصى طموحنا ناكل ونشرب، بلدان العالم حوالينا كلها عايشين بكرامتهم، الا هاللبناني يلي بيعلم العالم كله الفهم والثقافه والاخلاق والقوه والصلابه، لانه ما بعتقد في شعب قطع عليه باللي قطعنا فيه وقدر يستمر ويضل واقف على اجريه مثلنا. اذا هيدا الشعب ما بيلبق له غير يتنفس، غير انه يعيش، غير انه يتعامل بكرامه. بعتقد يعني هالطريقه الطويله الصعبه قطعت وخلصت وعشناها، وبتخيل حين الوقت انه لبنان واللبناني يتنفس. بتعرفوا كنت عم بقرا امبارح الارقام للبنانيين يلي عم بيهاجروا، عيال مثل ما هي عم بتفل، شباب ولا حدا عم بيتخرج ملاقى فرصه برا ما عم بفل. لوين صرنا رايحين؟ ما بعرف، مؤسف الوضع اللي عايشينه جدا. على امل يعني بده يضل في عنا امل لحتى نقدر نكفي. رح نتابع صباح اليوم، وضيفي هلا هو الاعلامي روبير فرنجي. روبير هو صاحب الكلمه اللي مثل السيف، كل عمره بينتقد وبقول رايه بضمير وباخلاق، هيدي اهم بلكي سلاح الصحفيين. رايه اليوم مرجع بمختلف القضايا الفنيه والدراميه. روبير فرنجي صار معي على الهواء، رح نحكي بشكل أساسي عن دراما رمضان بالغربال. صباح الخير روبير. صباح النور نسرين، اشتقنا لك. وأنا كمان الزميل والصديق روبير. قلت أنه كلمتك كل عمره مثل السيف. قدي أول شيء مهم أنه الإعلام يكون هيك كلمته مسموعة، بس تكون كلمته عم تنقال بضمير وبأخلاق، لأنه بتخيل أنه مثل كل مهنة بهيدي الحياة إذا ما اقترنت بالأخلاق وبالضمير يعني نحن رايحين لمحل تاني، خصوصا الإعلامي. اللي هالنقطة قدي بتحافظ عليها، خاصة أنه أنت ابن الصحافة المكتوبة. تعرف نسرين اللي بيجي من الصحافة المقروءة، الصحافة الورقية، نعم، يعني اللي تسكنيله
يا ريت جيل اليوم من الاعلاميين اللي عم يتخرجوا تستني لهم مثل ما تستني لنا هالفرصه. صحيح. او بيكمنصوا روح اعلاميه كبيره. يعني انت اشتغلتي فتره طويله بدليل النهار، كنت انا بمجله الشبكه، كنا نتعاطى بهالرقي مع بعضنا، كنت منافسه موجوده، بس كانت الكلمه مسؤوله، كانت الكلمه مكفوله. كنا وقت نكتب مقدمه نقعد نشتغل ثانيين ثلاثه او اربعه لنسلم الخميس لينطبع العدد بالليل ليطلع العدد. صحيح. الجمعه. الجمعه. كان كثير صعب، وكنا نشتغل مثل قصة ظهر المدرسة، يعني اللي كان التلميذ هالقد يستمتع هو عم يحفظها ويرجع يغيبها. صحيح. ويرجع يتليها قدام استاذ، وكنا هالقد كانت الكلمة هالقد مسؤولة. كنا نفتش انه بدنا نعمل مقدمة اليوم ما نكون مكررين حالنا الأسبوع الماضي. أنت وعم تكتبي مقالتك نسرين، يعني أنا عم بحكي عن شعوري وشعورك، شعور نعم. كثار من فينا اللي تسني له يشتغل بهالأعلام الورقي الرائد. كنا نقول يعني نتخيل قديش ممكن تعمل ردود فعل وقديش حجم ردود الفعل. ما كنا كتير نهتم بالإعلام الفضائي، كان بدنا نوصل الرأي. يعني اليوم المنتج مروان حداد بمون يعني مزوجين، بحكي أنا وياه على التليفون دايما، بيقول لي روبير الله عائيينكم، كنتوا تصوبوا، كنتوا تنتقدوا، كنا نزعل، بس كنا ناخد بملاحظاتكم بعين الاعتبار، كنا ننطر شو تكتبوا لنرجع نحسن ونصوب. يمكن جيل اليوم للإعلاميين اللي عم يتخرجوا لحقوا الإعلام الإلكتروني، ومنه غلط، هيدا زمنه وهيدا عصره، بس بقول يعني يا ريت غول الإعلام الإلكتروني ما التهم الإعلام الورقي وبقي في إعلام ورقي، أو أقله المؤسسات الورقية، يعني المجلات اللي تعودنا وربينا وعين عليها تتحول إلى إلكترونية ما تحتجب عن الصدور. نعم نعم. طب روبير، برأيك اليوم يعني العصر عم بيتغير، بلكي الصحافة بشكل مثل ما كل هالعالم بعصر السوشيال ميديا ما عادت هالكلمة إلى قيمتها مثل قبل. يعني ما فينا اليوم بلكي كمان كتير، أكيد نحن الحمد لله أنه من الصحافة الورق وتعودنا نكتب، وكانت الكلمة تنقرى وتتخمر إذا بدك، واللي عم بيقريها كان هيك يستمتع. ولكن تغيير العصر اليوم كم أساء إلى الصحافة، لأنه صارت القصص هيك سريعة سريعة، الآراء سريعة، خصوصاً أنه في جيل الصحافي ورقة كربون عنده، يعني بيأخذ الخبر من مكتب الفنانة الفلانية. نعم. وبيستنصوا على هالفوتوكوبيز، بيصوروا له إياه وبيودوا له إياه أو بيودوا له إياه ميل، وتاني يوم بتشوفي أنت حتى المقدمة ذاتها في أغلب المواقع دي. أنا عمم وأحكي بالمطلق، بس اليوم الخبر ما عاد متعوب عليه ولا أجله، يعني بتشوفي ما عاد في الحس النقدي، الحس الوجداني، يعني حتى المؤتمر الصحافي لإطلاق ألبوم أو إطلاق فيلم سينمائي موجود زيته معمم، يعني مثل صحافة يعني بعض البلدان المجاورة، يعني اللي فيها استقبل واستبقى، وكنا نضحك ونقول نتهكم. حتى نحن اليوم يعني حتى يعني إذا بدك، وحضر حفل الفنانة الفلانية 10,000 شخص كأنها عدتهم، بتشوفي يعني الثاني الصحافي حاطط الرقم زيته. نعم. يعني ما طلع معه 10,400 او 100 او 9,800، الرقم زيته صحافه الكوبي بيست اذا بدك، او يعني النسخ داخل مستنسخه مع الاسف. نعم. ما عاد في جهد، يعني نحن اولاد الارض كنا نروح نواكب، يعني كان يقول الكبير العملاق غسان تويني انه لاخر ايامه بقي هو رايح على النهار، إذا شاف جورة يشيل الكاميرا من تابلو السيارة وينزل يصورها. ما كنا نحس إنه في عنا خبر صغير وكبير أو مهم أو مش مهم لنغطيه، كنا نكتب عن كل شيء، نواكب الدراما، نواكب المسرحيات، كنا نشغل ضميرنا. يعني أنا بتذكر هون بيحضرني سنين شغلة بدي أخبرها. نعم. إنه مرة حضرت أنا ومرتي مسرحية ما كتير حبيناها، كل الطريق يعني مرتي اللي كانت الكلمة لأقول قديش كانت يعني أفعل وقديش كانت تصيب، تقول لي ما سمعت شو قالت المرأة، يعني قصد الفنانة، قال إنه من جابتها هي وعائلتها عملوا المسرحية من لحم الحي. بقول لك شغلة ما تكتب، مش عم بقول لك تقول لي مرتي على الطريق، مش عم بقول لك إنه اكتب غير شيء، ما تكتب، اعمل حالك ما شفتها. لك قد إيه الكلمة يعني كانت تأثر، يعني كانت كلمتك تأثر. حرام، أنا بقول أصل من هالزمن، مش كل الزمن ولا، يعني أنا اليوم بشوف كثير وبلت خريجين، بعمل يعني لقاءات مع خريجين وطلاب كليات الاعلام. نعم. ودائما مخبر شغلي موضوع سريم، مره في طالبه عم تعمل استاج، قلت لها بدنا نعمل شيء عن ميشيل تراب، بتعرفي شيء عنه؟ قالت لي هلا بعمل له اد على الفيسبوك وفوت لعنده. اوه تغير المفهوم كله، اد على الفيسبوك.
مع الأسف. للأسف إيه فعلا. روبير اليوم بتتابع هيك شوية صحافة، يعني أنت اليوم الصحافة المخضرم ابن الصحافة المكتوبة، اللي كيف بأي عين بتتابع الصحافة اليوم أو الصحفيين؟ تابع وبشوف في يعني في أسماء لامعة مضيئة، يعني مبلش جديد وتقولي نعم. لازم تنقلها فرص، يعني ما تبقى بإطار المقابلة، يعني اللي كنا نحن دائما نقول هي اللي اسهل شيء، يعني انك تعمل مقابله سؤال جواب، تجرب تفوت، يعني اذا بدك تعمل تحقيق. التحقيقات كثير خفت، قلت كثير. انا عم بقول اذا بدك التحقيقات الفنيه، فنيه الثقافيه، ما بدي اقول يعني بدي اقول جفت او شحت، خليني اقول يعني مشان تكون دقيق بعبارتي. بتطلع بالمواقع الالكترونيه، مني أنا ضد، كلنا اشتغلنا بمكاتب إعلامية وبشركات إنتاجية، كلنا بس كنا نعرف نفصل، يعني أنه روبير بمجلة الشبكي غير روبير لما بدي يشتغل مع شركة أونلاين على سبيل المثال. نعم. حتى إلى درجة مرة كنت بدي أقول شغلي، كنت مرة عم صور شيء مع المخرج اللي معلوف بعندما يبكي التراب، عم بلعب دور هيك ضيف شرف، يعني أنا مني ممثل، بقى بيجي وسام حنا بده يكون عم بيلعب دور الضابط، لبس هيك ثياب كثير في اناقه بثيابه، بيقول له إلي معلوف يا وسام ثيابك لازم يكون في عليهم غبره اكثر، انت عسكري. بيقول لي وسام حلوين الثياب؟ بقول له كثير حلوين. بيقول له هلا بيقول لك حلوين بكره ببرشنا بمجله الشبكه. يعني بدنا نعرف نفصل انه بين الشغل الثاني اللي نشتغله والشغل الرديف والشغل الاساسي. اليوم بتحس في كثير تبييض طناجر، في يعني طرش صحيح كثير، وفي تمسيح جوخ كثير، وفي هجومات غير مبرره، يعني مثلا اليوم يعني اذا شركه انتاج يعني ما عيدت صحافي بعيده مثلا، وبرجع بقول ماني عم بحكي بالمطلق او ما حضرت له، بصير في غضب، بصير في غضب. غضب الساطع 100%، تغير كثير مفهوم، كثير تغير. نحن بركي لحقنا الجيلين، كنا هالهمزه الوصل بين اثنين، بس خليني اقول رايي المتواضع، كانت الصحافة الورقية أحلى. طبعا يعني أنا يعني بالنهار أول شيء بتشرف أن بنت النهار ومع جوزيف بنصار، كانت القصص لها قيمة غير، يعني كنا نذكر يعني نحن وعم نكتب، وكان رأينا كيف يؤخذ وكيف يدقوا لك الفنانين. قد ايه في وفاء هيك سريعا قبل ما ننتقل بآخر أربع دقائق نحكي عن دراما رمضان، قد ايه في وفاء من الفنانين؟ يعني أنت اليوم عمر من خلال إذاعة صوت الغد برنامجك أو من خلال الكتابة بتتابع هالممثلين وخاصة الدراما، قد ايه في وفاء أو مش منتظر منهم شيء؟ نسرين بتعرفي بالاول امبلا كلنا اختصنا بشبكه علاقات، يعني هذه شبكه العلاقات اللي ما بتصمد اجمالا، لانه اخر شيء الفنان شئتي ام ابيتي مثل السياسي بيشوفك ناخب، يعني مهما كبرتي بيشوف انه شو بتحطي، مهما عملتي صداقه معه اخر شيء الورقه اللي بتحطيها بصندوق الاقتراع هي بتحدد قديش بتتطور صداقتك معه او ما بتتطور. قليل جدا بيقدروا يميزوا ويغربلوا من السياسيين بين انه علاقتك معهم كاصدقاء او صحفيين وسياسيين او ناخبين، لانه بيشوفوك مرات صحافي ناخب. هالقد الفنان يعني مرات يعني وقت تتركي انت مؤسسه، كلنا بنترك وبنرجع على مؤسسه، يعني انه ما بنعتزل وما بنعتكف، بفكروك انك خلصتي، يعني خلصت مرحلتك العمريه الفنيه مثل كانه اعتزلتي. بهاللحظه من اللحظات بتشوفي انه هالتليفون ما عاد يرد، يمكن اسمك تمحى. يعني اسمك تمحى من هالدليل التليفون، يعني انا لليوم اذا مسوتي على تليفوني ما محيت ارقام حتى الفنانين اللي حتى الفنانين اللي رحلوا، يعني انا اذا مسوتي على تليفوني في بعده كمال حلو موجود، بعده عصام بريدي ما حبيت اشطبهم، يعني بعدهم كثير موجودين. هني فكرونا صرنا بعداد الاموات نشطبت ارقامنا، هلا بس تقلعي بمؤسسه جديده ترجع يعني تمسيح الجوخ والمبادرات الاجتماعيه. يعني روبير باختصار العلاقه منا حقيقيه كثير، بتشبه غنيه وديع الصافي ولو هيك بتطلعوا منا وما تعيدوا تسالوا عنا. مشان هيك انا روبير على طول برجح، يعني بلكي على زملاء كثير من الصحفيين او هيك، انه يعني ما تعولوا او ما تتكلوا على هالعلاقات وانه تزعلوا، تركوا مسافه وحده بين الكل، ترتاحوا وبتريحوا وبتضلكم حرين. اهم شيء واحد الاعلامي يضل حر، ما يصير بجيبه ولا فنان. بس
تفقدي هالحريه وتصيري انت عم تتقاضي يعني اذا بدك راتب من غير مؤسستك نعم ومن غير تعبك بتصيري انت بايدهم يعني مثل الدميه نعم. والحمد لله نشكر الله بحياتنا ما كنا توما يعني دراما رمضان بالغربيل معي تقريبا 3 دقائق بالضبط رح نحكي عن دراما لبنان هيك خبرني روبير شو تبعت شو حبيت وشو خيب لك امالك حضرت كثير كل الاشياء اللبنانيه حضرتها انا الاشياء العربيه برجع بحضرها بعد رمضان انا هون عبر النيو تي في بقول في اشياء كثير انظلمت يعني انا مع تلفزيونات ترجع تعمل اعاده عرض ثاني يعني منه الريبان اللي بيشلحوا الساعه 7 و8 يرجعوا يعرضوا ب اوقات محدده ومنيحه جيده يعني انا مثلا وقت حضرت الباشا انا يعني شفت حلقتي من الباشا لبلش من عندكم بالنيو تي في انا حسيت هذا الجزء الثالث في تأني بورشة الكتابية اللي عملها مروان كاوكو ومثل كأنه رشيد عساف ما اقتنع كتير بالنص ومندمج ومتأقلم وفي مرحلة جديدة يعني في مرحلة هي مرحلة الانتداب الفرنسي دخول الفرنسيين والنزلة للمدينة يعني إذا بدك من الضيعة للمدينة والشخصية الجديدة اللي رسمت أنا بقول هذا العمل بالمنافسة الرمضانية كتير ما بدي أقول انحرق لأنه ما في شيء بيحترق انظلم غبت لازم يرجع ينعمل له إعادة لأنه كان في زحمة أعمال لازم يرجع ينعرض من جديد نعم موضوع 100% أنا كتير انبسطت أنا حضرت 2020 وحضرت راحوا وحضرت للموت هلأ أنا منحاز شوي ل 2020 لكتير من العوامل يعني بالجملة براحوا حبيت كتير أشياء وبي كمان للموت كتير حبيت أشياء بس ب 2020 حبينا كل شيء بالجملة يعني تكون معك صريح لأكثر من سبب يعني أول شيء الكاستنج كتير في حفر وتنزيل يعني بتطلعي يعني أنا بشتغل مع شركة إنتاج مرات وأنت كمان بتقولي إذا هالشخص ما كان مين بيكون يعني بتصير بدك تبرمي ما كتير يعني ما كتير بتحسي إنه لا يعني حدا منه مطرحه إنه لو كان فلان محل فلاني بعدين انبسطت اذا بدك بالكباش اللبناني السوري يعني كثير في تعادل صح يعني رجال ونسوان يعني ولا ممثل لبناني كان بالعمل يعني لا انه كان يعني كان الكاست 100% عندي 20 ثانيه روبير راحوا خيب لك ظنك؟ لا بس انا بدي اقول شغله انه انا مع كريم رزق الله نشوفها ممثله خارج اعمالها ومع هي بكتاباتها فتش عن ممثلة مش معناتها أنها هي من الممثلة بس خلص أنا بحب كارين كارين أنا بعتقد روبير لازم تعيد النظر باختيار أدواره أي نعم. أنا نديم نسيب النجام أهميتها تجيد القراءة بالتعفة وأنا بعرف كتير أخبار عنها بعرف كيف نديم النجام بتعدل بتحور كيف بتتناقش مع الكتاب بتعمل ورشة يعني أنا بتذكر بيعرف النساء عطوها دور قلت لهم لا مع أنه أكبر أخذت الدور الثاني حدا بيعرف حدا ذكي نعم. في كاركترات نفرت مثل رندا كعدة اللي عيدها اليوم وبعيدها طبعا كارمن لبوس في كان ادوار رهيبه كارمن لبوس ممتازه هلا انا برصي في الغرباء يعني توني شامون انا بحبه وهو بارع بالكتابه القدريه انا بدي اطرح عليه سؤال بكثير من محبه وكثير من الاحترام وبنختم بهالموضوع روبير معي 3 ثواني في الغرباء 100% لو عمل رصي في الغرباء موديل 2020 شو كان ناقص وما عمله تاريخي شو كان تغير وبدي اقول انه فيصل اسطواني يعني بعيدا عن التراجيديا والدور الشرير قدر يعمل دور حسيب ولي حسيب ولي رقيب عليه ونجح فيه وفي كثير مثله كاركترات نفري روبير فرنجي بعرف الوقت ضيق يعني بدنا نحكي كثير بدي اتشكرك عن جد على ارائك لا شك انه في اعمال دراميه كثير مهمه وبوجود هيك اعمال كبيره ما عاد فينا نرجع لورا ولا عاد فينا نقدم اعمال ما فيها كل المواصفات شكرا روبير فرنجي ان شاء الله بنشوفه كمان على القنوات اللبنانيه لانه ان شاء الله مشهد اهلا وسهلا فيك شكرا روبير فرنجي بدي احيي كل يلي تابعونا اليوم رح ننتقل لموجز الاخبار مع كاترين حنا